بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير والسعادة والمحبة والابتسامة. حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا داخل الكويت وبرا الكويت. مساء جميل عليكم في هذا المساء جمعنا معاكم ومع ضيوفنا الكرام دوم على الخير والمحبة، وإن شاء الله نقدم لكم كل ما يحوص على رضاكم وإعجابكم. وذكركم دائما وأبدا هناك رقم خاص للواتساب اللي حاب يشارك معنا سواء في فقراتنا، إذا يلفت انتباهه موضوع معين، حاب يطرح سؤال على الضيف الكريم المتواجد معنا، يرسل الرسالة على هذا الرقم اللي ظاهر لكم على الشاشة 65 90 554، 65 90 554. وإذا عندكم مواضيع معينة حابين إحنا نناقشها في الحلقات القادمة من برنامجكم مسائي بالتأكيد ستأخذ بعين الاعتبار مع الأخوان الزملاء المعدين، وهم الآن يتابعون أي رسالة توصل من حضرتكم. انطلق معاكم مع فقراتنا اليوم. كل الناس مشاهديننا ينشد الصحة النفسية اللي ينشدها الناس في مشارق الأرض ومغاربها لأهميتها في حياة الفرد والمجتمع نظرا لما نعيشه من واقع تزداد فيه التعقيدات والمتغيرات المستمرة والسريعة وتصاحبها توترات تؤدي إلى ضغوط نفسية. لذلك اليوم إن شاء الله الصحة النفسية أهمية كبيرة لدى يعني تلقى اهتمام كبير لدى علماء النفس والأطباء في ميادين العلم سعيا لفك بعض رموز التقلبات المزاجية. الليلة راح يكون معنا إن شاء الله الدكتور محمد السويدان، وهو أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة الكويت، وأيضا أستاذ وهو دكتور بمستشفى مبارك الكبير، أستاذ الطب النفسي بمستشفى مبارك الكبير. أيضا راح نحاول معاكم فك بعض الغاز ما يعني يعاني منه المصابين بتقلبات مزاجية. الواحد مزاجه يتقلب باليوم 60,000 مرة، شو السبب وشو السالفة وشو الموضوع؟ اليوم راح نجاوب على هذه الأسئلة في حلقتنا الليلة. أيضا راح نبحر معاكم في أعذب الكلمات وأجمل العبارات مع شاعر مميز جمع بين الشعر والنقد وأيضا التعليم في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية. أشعاره دائما تعتمد على أسلوب جميل ومميز وبسيط، وأيضا في منها العميق اللي يكاد يعني تفك رموزه. مع ضيفنا اليوم إن شاء الله راح نسمع منه أجمل وأعذب الشعر في هذا المساء مع الشاعر المميز الجميل الشاعر أحمود أجلوي، وهو رئيس تحرير مجلة قطوف وعضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية قسم اللغة العربية. لكن ننطلق معاكم اليوم وحلقتنا الليلة في موضوع مهم يهم كل أسرة. الأسرة اللي تتابعنا الأم والأبو تابعونا وشوفوا الحلقة وفقرتنا، راح ننطلق معاكم اهتمام موضوعنا اليوم من علماء التربية اللي هو شنو؟ ذكاء الأطفال. اليوم يقول لك الطفل ذكي، شلون ذكي؟ شلون أعرف أنا ذكي؟ شنو هي مواصفات الطفل الذكي عن غيره؟ هل يمكن الطفل أن يكون متعدد الذكاء؟ شلون في شيء اسمه متعدد؟ هو ذكي وخلاص؟ لا، في شيء اسمه متعدد الذكاء. شلون متعدد الذكاء؟ وشنو هي العلاقة بين الذكاء والموهبة؟ أسئلة تربوية كثيرة راح نناقشها مع ضيفتنا في هذا المساء، وهي المستشار الأسري وتعديل السلوك المدربة عزيزة الحداد المتخصصة في مجال تربية الموهوبين. مساء الخير استاذه. مساء النور. حياك الله وسعيد بلقائي معك. الله يسعدك. الله يسلمك. شلون صحتك؟ تمام ان شاء الله. والله بخير الحمد لله. الحمد لله. اطفالنا زينين؟ اكيد زينين. اذكياء اطفالنا؟ اكيد اذكياء اكيد. في الوقت الحالي ايش اللي قاعد يصير مع اطفالنا اليوم في ظل هالتكنولوجيا، في ظل هالتطور، في ظل هل شوفي انا بطلع في يعني هذا المحور نمشي فيه فرعين، انت اختار عاد الفرع الاول اللي تبين تبتدين فيه. اليوم التكنولوجيا مع اطفالنا وذكائهم ساعد ساهم سلبي إيجابي، وهل التربية تمشي بتوازن مع هذا التطور؟ إن كان في تطور بالذكاء، إذا كان الذكاء قاعد يتطور، هل المدرسة قاعد تمشي مع ذكاء أطفالنا؟ اختار عاد أنت أي محور تنطلقين فيه. أول شيء راح نفسر أول شيء شنو معنى كلمة الذكاء. يلا تفضل. كلمة الذكاء هو مقدرة الطفل على حل المشكلات، أو هي حل المشكلات والتخطيط. خلينا نقول كلمة ذكاء مو حق الطفل، حق أي شخص. شخص ذكي يعني عنده يحل مشكلات وعنده يقدر يخطط. أما إذا بينا نبي نعرف شنو هو الذكاء، هو فطري، شيء فطري في الإنسان، هذا ينولد من بطن أمه عند نسبة ذكاء 110 فطري. شنو المكتسب؟ هو التفكير الذكي. التفكير هو المكتسب، هي مهارة، لأن التفكير يعتبر مهارة. شلون يكتسبها طفل؟ يكتسب المهارة، يكتسبها من المدرسة، يكتسبها من الأسرة، يكتسبها من يعني الذكاء أستاذة يبين من المدرسة، من السلوك اللي هو يؤدي. ندري أن هذا شخص ذكي من السلوك اللي هو يؤدي بالمدرسة، بالمدرسة وفي البيت. ها البيت أيضا، حتى في البيت. حتى أساسا هو البيت. إحنا مصيبتنا الحين شنو صار؟ صار العالم داخل بيتك. صح، العالم بيدك. كله العالم داخل بيتك وبيت طفلك. صحيح. فانت ما اذا كنت بتشيل الاخطاء اللي قدامه 80% عنده 20% تقدر توصل له، هو يقدر يوصل له.
فبالنهاية عشان هو يحل المشكلات يعرف من الصح من الخطأ يبدي يكون تفكيره مكتسب. شلون أعلم التفكير؟ لازم يتعلم تفكير الاستقرائي الاستدلالي حل المشكلات. نعطيه مشكلة قاعد يحلها. بس هذا عزيز الحين استدلالي والاستقرائي الناس وين عارفة هسه؟ مو عارفين كل الناس الموضوع. وأنا قلت ما بدش أصحاب الاختصاص ما شاء الله عليكم. قلت ما بدش بشيء علمي. يلا خلنا نفسرها نبسطها للناس. شلون الأم تعلم بنتها تعلم ولدها الأب شلون؟ الحوار. إحنا من أي سن بالضبط أستاذة؟ الطفل وهو بطن أمه يتلقى. وهو بطن أمه. صحيح. هذه دراسة علمية. وهو بطن أمه يتلقى شنو الكلمات اللي ساعات يكون يطلع. الإنسان يجي بالدنيا في برامج موجودة. شفت شلون لما تشتري جهاز التليفون إيه؟ في برامج موجودة بس تفعلهم. صحيح. حين إحنا أحد درسك الإخلاص، أحد درسك الوفاء، أحد درسك الحب، موجود برامج في بيئتي. داخلك موجودة داخلك فعلوها. نعم. برنامج موجود وتفعل. يعني قصدك هو الأمر بالفطرة. علم الإنسان ما لم يعلم، طالع الإنسان موجود معاه كل برامجه. بس أنت عليك التفعيل. أنت عليك التفعيل. إيه. عليك نور. فهي دور الأسرة رقم واحد إن أول شيء إن هذا تحتوي الطفل هذا. مثل ما نقول في ساعات الطفل رقم واحد عشان يبين إن الطفل هذا ذكي يكون خياله واسع. يعني إحنا خلينا في هذه النقطة، يعني ما في أحد ينولد شرير. لا. ما في أحد ولد ولاء مو لبلده. لا. ما في أحد ولد ولاء مو لأسرته. أيضا هذا. ما في أحد ولد غبي. لا ما في غبي. هو على الأسرة. ما في شيء اسمه غبي في الدنيا. أنت اللي تخلي شري، أنت اللي تخلي أكشر، أنت اللي تخلي طيب. نتاج مجتمع. أنت تقعد في عائلة شريرة تطلع شرير. نتاج مجتمع. ساعات العائلة طيبة لكن أنت انغرس فيك أشياء، موقف صرخ عليك فلان، هوشك فلان، شلت حقد داخلك، شلت حقد داخلك، يكبر يصير شرير. نتاج مجتمع. الله ما خلق الشر في الدنيا. نعم. لكن لما يروح الخير يبادل الشر. طيب خلنا نرجع على الذكاء عند الطفل، وقلنا إحنا محورين اليوم، التكنولوجيا ساعدت في ذكاء الطفل، ساهمت أم قللت الذكاء أم ما لها علاقة بالذكاء؟ والمحور الثاني اللي قلنا اللي هو موضوع المدرسة، هل هي متماشية ما نعم. ذكاء هذا الطفل أم هي ثابتة مثل ما هو الطفل متفوق عليها وقاعدة تسيء له؟ فوين تبي تنطلق؟ أول شيء لما نبدأ بالتكنولوجيا رقم واحد أصلاً إن نكون ظلمناها، هذا قلنا ما ساعدت في ذكاء الطفل. جميل. بالعكس ساعدت في ذكاء، بس كانت دخلت التكنولوجيا بيوتنا بدون خطة، ما حطينا خطة حق هالأجهزة هذه اللي دشت بيد عيالنا. تحتاج خطة. نعم تحتاج خطة. الحين الياهل يقعد لمن 12 ل 16 ساعة وهو ماسك جهاز بيده. صح. شنو البرنامج اللي بيده؟ إذا كان برنامج ذبح وقتل هذا الجيمز هذا أنا نميت فيه الشر، لازم يقتل الشخص الفلاني عشان يدش مرحلة ثانية. البعض يعتقد أنه يقوي شخصيته. لا بالعكس، هذا قاعد يعلمه على يعطيه الأعصاب، يصير عدواني، يصير عصبي، تلقاه ينقلب هو والجهاز. صح. ينقلب يمين شمال. صح. من فعل حد يعني يندمج يندمج مع يندمج. ايه؟ على الرغم أن المفروض أنا أحط له برامج مثل البازل للتركيب، فترة هبه في المزرعة عرف شلون يطلع الحليب وشلون يطلع هذا وشلون مني، كان إيجابي. لكن صار بعدين صار لما صارت وقاموا يبيعون حق عيالنا أجهزة يعني برامج ممنوعة، لكن هو يقدر ينزلها من النت. وين الممنوع؟ الأبو ينزل له إياه. ولدي يبي هاللعبة. مرات الأولاد تفوقوا على الآباء، ما يعني الأبو يكون متوهق بالجهاز، الولد يروح يعدل له الجهاز يقول يبا سوي كذي. الحين نرد على الشق الثاني اللي قلته. إيه؟ قلت الحين التكنولوجيا ما تضر ساعدت، لكن احنا اللي اخطأنا. احنا اخطأنا ما دخلناها في بيوتنا في الخطة معينة. شو تنصحين المقبلين على الزواج والمرأة المقبلة على مولود في عالم التكنولوجيا، او اللي عنده عمره سنتين ثلاث ويبي يدخل عالم التكنولوجيا؟ لازم تحدد اولا رقم واحد تحدد اوقات معينة للأجهزة هذه تكون بيد ولدها، رقم واحد. رقم اثنين لازم تختار اللعبة المعينة. احنا يعني عمرنا احنا ركبنا كبرنا على هدى حسين والمسرحيات، صار عندنا الثروة اللغوية، صار عندنا الحين على شنو قاعد يكبرون عيالنا؟ على الإجرام. على الإجرام. أنا طبعا الرسوم المتحركة اللي حاليا موجودة ما أدري شنو هي، لكن على أيام بيكومون، لأن عيالي بيكومون كانت نظرية النشوء والارتقاء، ما حد كان يدري أنها هي كانت نظرية داروين عن النشوء والارتقاء، كنا نراويها عيالنا. وهي زينة ولا مو زينة؟ ولا مو زينة. التوم اند جيري هذا اللي يركضون 24 ساعة يكنون العداء حق بعض. هذا كله قاعد احنا نغرسه في عيالنا واحنا ما ندري، احنا قاعد نقول خل يلها. لكن بالنهايه المفروض اعطيه اشياء تكون من صالحه بهالعمر. يعني الام لازم الحين تبدي تدري. انا من ضمن الدراسات اللي انا قاعد ابحث عنها في دراسه طبعا عند
بلاد الأمسام ايه؟ يقول لك الجنط دراسة علمية ايه؟ أثر الجنط اللون الجنطة المدرسية على الطالب. وإحنا الأم تروح تجيب الوحش اللي هو يحبه إيه؟ الولد إيه؟ على الجنطة وتعطيه هذا يروح المفيه المدرسة. إن الوحش هذا موجود بالرسوم. بالرسوم. وهو يحبه فدش إيه؟ مدرسة الأولاد تلقاهم كلهم يطقون بعض. لأن تشجيع هو قاعد يطبق اللي هو قاعد يشوفه. هالوحوش هذه أيضا إيه؟ الصورة موجودة أمامه تساعده. إيه؟ تساعده. كل تأثير. يوم شوف الصورة قدامه بالقلم موجودة. اللون يساعده. اللون الحين الألوان لها دور. إحنا سمعنا في علاج بالألوان. إيه لها دور. الحين أنت لما تروح المطاعم الفاست فود ليش يحطوا لك أحمر؟ إيه؟ عشان يشدك. تاكل بسرعة وتقوم. عشان تكون جوعان تاكل بسرعة وتقوم يغيرك. ليش تروح المطاعم الفاخرة يحطوا لك ألوان هادية؟ عشان تقعد. تقعد. هذه سياسة الألوان كذي لها سياسة. خلينا نكون معك واضحين أستاذة، وأنت عارفة مجتمعنا دائما الأولاد اللون الأزرق والبنات اللون الوردي. بس الحين صحة اختلفت الكلام. اختلفت هذا زين الحين. لا الحين اختلف هذا زين المستمرين لا هو زين إيه بس الحين الجنطة روح شوف الجناط المدرسية شنو هي الوحش والمادري شنو طبعا أنا ما أعرفكم بس أشوف أشياء وحوش ودش تلقاهم انفعاليين وايد تلقاه انفعالي الطفل هذا مشكلة إذا الولد يبيك قاعد هادي ولا حوالين كلهم انفعاليين لا إحنا ما لا ساعة. مو هذا مو أنا مرة بمحاضراتي كنت قاعد أقول الطفل لازم يعني يكون يعرف يحل مشكلته مع صديقة فنطت ولية أمر كانت تقول لا أنا قلت له اللي طقك طقه قلت ما حليتي المشكلة تقول كيف طقوه قلت إذا كان قلت عشان تشيل المدارس كل واحد طق الثاني ترى هذا حاصل هذا موجود وهذا في أسر خطأ وهذا في أسرة لكن شو الحل أستاذة الحل إنه أولا رقم واحد أول من البيئة أو شيء الأسرة البيت تلقى الأسرة اللي الأم والأبو هادين العيال هادين تلقى الأم والأبو 24 ساعة يتهاوشون العيال 24 ساعة يتهاوشون طيب بالفصل شو يسوي بالفصل الدراسي إذا نبي نعرج على المدرسة ودورها وأهميتها بالفصل إذا الولد أو البنت اللي حوالينها قشران شريين توخر عنهم احنا وين يروح ينقله فصل ثاني احنا لا ما هي تكون علاقات شوف كل فعل ردة فعل صحيح فبالنهاية هي شنو الفعل اللي تسويه ما راح تي وحده تطقها وهي قاعده مكانها نعم ولو طقتها وهي قاعده مكانها في حل سلمي راح يصير لكن اذا طقتها وطقتني وطقتها ما راح نخلص صحيح ما راح يخلص انا زرعت العدوان في طفلي الحل شو يسوون يشتكون عند المعلم اي اولا رقم واحد اول شيء علمها تكون علاقات اي علاقات اجتماعيه صداقات فعلا صداقات ان انا هذا للبنت وللولد الحكي ها الاثنين إيه؟ مثل صديقتك ما عندها قلم اعطيها قلم صديقتك ناقصتها ورقه شقي ورقه اعطيها ترى هذا يثمر عند الاطفال يبين وهم بعد عند الأولاد يعني لما تلقاه بروحه روح امشي وياه مثلا إذا عندك مثلا ساندويتش قصه نص بينك وبينه أعلمه شلون يكون علاقات ودائما الحين إذا وينا يعني في طفل موهوب يختلف عن باقي الأطفال نعم الطفل الموهوب تلقاه تلقائي يكون قيادي عنده حب الاستطلاع يحب يكون مجموعة حواليه فتلقاه دائما هذا القيادي تلقى يعني هو اللي يتبعه ينفذون كلامه بس المصيبه اذا كان موهوب وشري مشكله هذا عصابه راح يوديهم صار عصابه راح يصير فعلا راح تصير عصابه لان الموهوب له قدره في فن التواصل مع الاخرين من الصغير سبحان الله لان عنده موهبه عنده استعداد غير مميز اداء غير مميز في التعامل مع الاخرين اقدر اتحكم في توجيهها بالشكل السليم اقلل من نشاطها بشكل أنا كولي أمر أقدر أتحكم بهذا الشيء إيه عندي إيه مفاتيح معينة تنصحين فيها أنا أولا رقم واحد في ناس تشتكي أن ولدها حركي زيادة عن اللزوم أنا أقول لها ولدك إذا ما تحرك خافي إيه إذا ولدك قاعد ماخذ زاوية وقاعد وما يتحرك أنا أقول لك هني خافي هذا ولد مو طبيعي في 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 نشاط زايد يعتبر نشاط شقاوة طفل عنده نشاط هو عنده نشاط ما تقدر تحكره صحيح. إذا أنت تحكره في البيت ما يقدر الأب شري وما يتحرك الطفل يطلع النشاط هذا وين بالمدرسة يعرف السمعات بالمدرسة لأنه هو شري في نشاط صار عنده نشاط ومكبوت فالطفل وساعات يكون عنده نشاط زيادة عن اللزوم اللي يتحرك بدون هدف يكون متحرك هذا يعتبر بيلفت الانتباه إيه هذا اللي يتحرك بدون هدف هذا عنده فرط نشاط هذا مرضي هذا اضطراب هذا ممكن علاجه إيه هذا فرط نشاط ما له علاج كثر ما هو لا تأهيل شلون يتأقلم مع نفسه لأنه هو اضطراب ما يعتبر مرض أما ساعات الولد يكون يتحرك بيقول لكم أنا موجود شوفوني
الأم لا هي مثلا ولا الأبو لا هي ولا صارت مشكلة أو يا مثل ما نقول شريكة في البيت يا أهل فوق راسه، فتلقاه يتحرك تلقائيا بيقول لكم أنا موجود شوفوني. نعم. فحركة الطفل على كل حركة له تفسير معين. جميل، الحديث يطول في هذا الجانب وهذا الشرح، وابنائنا ما شاء الله بناخذ كل حالة بروحها، ما راح بس احنا نتكلم بشكل عام ونثير ان شاء الله بعض النقاط وبعض الحلول مع الأستاذة عزيزة الحداد، مستمرين معاكم وراح نرجع على موضوع المدرسة ان شاء الله، لكن بعد الفاصل وأهميتها في عملية الطفل الذكي كيف تتعامل معه، وهل مدارسنا اليوم قاعدة تتماشى مع ابنائنا ولا في شيء متفوق على الآخر؟ فاصل وراجعين لكم. أستاذة عزيزة، خلنا نتحدث عن موضوع المدرسة اليوم، وهل المدرسة تتماشى فعلا قاعدة تراقب أبنائنا الأذكياء، أبنائنا الموهوبين تحتضنهم، أم هو الطفل الذكي وفي وادي والمدرسة في وادي آخر وعلى سيستم ونظام معين؟ نعم، إحنا حاليا إحنا في زمن التكنولوجيا مثل ما بدينا. نعم. الطفل الحين مو محتاج يحفظ، الحين شو تقول للمدرسة؟ سو كوبي حق المعلومة اللي بالكتاب إيه؟ وتعال انسخها بالاختبار عند باب اللجنة، قل له السؤال هذا سويت فيه، يقول لك نسيت. أي نسيت، هو خلاص استعداده حق ليل الاختبار بس ويطلع. حتى دليلنا بعض المعلمين يقول له احفظ هذا ما يقول له افهم. احنا الحين في زمن محتاج الطفل ان انا اعلمه على انواع التفكير. احنا بدينا شنو قلنا الذكاء فطري. نعم. لكن التفكير مكتسب، التفكير مهارة لازم انا اعلمها حق الطفل عشان يعرف يتعلمها. رقم واحد لازم يكون عنده تفكير حل المشكلات، مثلا يحطوا له كلمات متلخبطة ويطلع منها جملة. هذه طريقة أو طريقة تساعده أكيد، هذا يشغل مخه، يشتغل يقعد يفكر، ها؟ يفكر ويركب جملة وينزل من الكلمات ويقعد يطلع بشكل يومي يعني أسبوعي. لا ممكن، هو على حسب، هو مو بس في تفكير حل المشكلات، في تفكير ابتكاري، في تفكير استدلالي، في تفكير استقرائي. ممكن أعطيه جملة وأقول له طلع منها حبكة، ممكن أقول له اكتب. إحنا مواضيع الإنشاء اللي تعلمنا عليها يحطوا لك صح ما يناقشك أصلا فيها المعلم، على الرغم أن هذا موضوع الإنشاء الطفل اللي قاعد يكتبه هذا تقدر تطلع منه نوع التفكير اللي هو قاعد يفكر فيه. المعلم قاعد يتعلم هذه المهارات في كلية التربية والتربية الأساسية. مو إحنا المفروض المعلم يتعلم الحين، إحنا تعليمنا صار على الدراسات القديمة يعلمونا إنه ينقل معلومة حق الطفل. نعم. إحنا في الحين وقت محتاجين إن إحنا ننقل وتتلقى من الطفل. ترى الطفل أشطر منه، ترى في بعض صدق الأعداد مسببة أزمة حق المعلمين، يعني يقولك والله العدد بالفصل 30 طالب وين تلحق عليهم؟ ممكن أنت كل ما قل العدد ممكن أنا أقدر تعطي أكثر. لذلك نجد بعض المدارس الخاصة هي المتفوقة في تعليم أبنائنا وبناتنا، نجد أبنائنا وبناتنا متفوقين ومتميزين وأذكياء في التعليم الخاص أكثر من التعليم الحكومي. نعم. أم هالمعلومة هذه؟ لا، هو بالنهاية شوف، هو الطفل الحين في زمننا طفل متميز. يعني إحنا لو تجيب أطفالنا الحين على أيامنا إحنا في فرق في طريقة التفكير. نعم. يعني إحنا قبل كان يقولون مثلا شيء معين ما نناقش أمنا وأبونا، كان عندنا. نعم. هذا شيء واو، شلون تناقش وتقول له غلط. نعم. ولا صح. حين يوقف الطفل في البيت يقول لك انت غلط انت صح، هذا كذي، هذا يصير، هذا ما يصير. انا شفت، انا سمعت، انا قريت، انا انتبهت. هذا شيء زين، هذا زين، الطفل بدا يفكر صح. لكن لا زال احنا تدريسنا على العهد القديم. إيه؟ ليه الحين تدريسنا تعال احفظ بس ليه؟ لا، المفروض انا الحين ابدي اعلم الطفل ان شلون هو يحط لي تمارين، أقول له تعال سوي لي تمرين معين حق المسألة هذه شلون نحلها. لكن إحنا ليه الحين في تعقيد يطلع الطفل كاره المدرسة؟ هذا شو يفيد الطلبة؟ شو ينعكس على باقي الطلبة؟ أنا لما أكون معلم وأخذ هذا الطالب، وهل هناك فرق بين الطالب الموهوب والطالب المتفوق والطالب الذكي والطالب القليل الذكاء؟ نعم. فيها التفاوت هذا موجود، وفائدة الطالب المميز إن أنا يكون قائد الفصل أو يكون التركيز عليه بالفصل، شو ينعكس على باقي زملائه؟ نعم. اولا الطفل المتفوق هو متفوق دراسيا، يعني شاطر بالمنطق وبالرياضيات وباللغه، متفوق هو اكاديمي. اما الطفل الموهوب هو عنده اداء واستعداد متميز
عنده قيادي، عنده استعداد للتعلم سريع. تلقى احنا الايامنا صار ان المدرس يشرح الدرس تلقى اول مساله ما بدا يخلصها يقول استاذ خلصت، عاد احنا نطالع شيء وحقد يخلص قبلنا دارس من ورانا ولا شنو. فبالنهايه هذا موهوب، هذا موهوب موهوب، هذا موهوب لانه يتلقى عنده سرعه التعلم. المتفوق ممكن يكرروا له المساله مره مرتين يحفظها خلاص ترسخ عنده. اما الموهوب لا، عنده استعداد متميز، اداء متميز. ومن اللي يتميز بالحياه في النهايه بعد التخرج العلمي وكذا ويكون اكثر؟ نعم. الموهوب ام المتفوق؟ هني طلعت نظريه شنو. ايه؟ اول كنا نقول ان الشخص الناجح في حياته هو اللي طلع بنسمه حلوه من الجامعه او من الثانويه. نعم. فاكتشفوا ان هذا الشخص اللي تخرج بهذه النسبه المعينه قاعد على مكتبه مدى الحياه، ما عنده انجاز جديد، هو شخص متفوق دراسيا. واحد ياب اقل من نسبته تلقاه صار ناجح وعرف يطلع له سكه يكمل فيها طريقه وينجح فيها ويكون بارز ومتميز. معناته ان الذكاء مو ذكاء واحد. ذكاء اللي هنا حكينا عنه من البدايه، ذكاء متعدد. ذكاء متعدد. ايه. هو يا جاردنر قال احنا نظلم الطفل اذا قلنا هذا ذكي بس خذينا شيء التفوق الدراسي شنو؟ انه بالمنطق الرياضيات. نعم. وباللغه. نعم. هذين الاثنين هو اللي يقيسه، ما يقيس شيء ثاني. لكن لما تحطه مع مجتمع ما يعرف يتكلم قدام مجتمع. فهو ما عنده ذكاء اجتماعي. يمكن هو ما يعرف حق نفسه، ما يعرف يختار حق نفسه اي جامعه يروح، ما عنده ذكاء ذاتي. يمكن هو ما يعرف يتعامل مع بيئته والبيئه الطبيعيه اللي حواليه، ما عنده ذكاء طبيعي. فقالوا ان في 8 ذكاءات عندنا كلنا موجوده. 8 بس. اي متفاوته مختلفه. متفاوتة. في حد يتمتع بالثمانية؟ اي هذيل الموهوبين. هذا الموهوب. هذيل 3% موجودين في المجتمع. مثل دافنشي، هو سياسي، هو كاتب، هو رسام، هو شاعر، هو تلقى يصير قدامنا. هو الشخص واحد لكن عنده عده مواهب. فان جوخ سياسي وكان يتكلم عن الأشياء وكان رسام نفس الوقت. ما عندنا وكان أمثلة محلية بال3% ما حاش الكويت نصيب منها. أكيد في، أكيد في موجودين. يعني هل في ممكن شخصيات نذكرها ونطرحها ويحضرك يعني أحد؟ يعني في حاليا مو حاضرني شخصية عربية مثلا تتمتع بهذه الموهبة، يكون هو يعني ممكن نقول طه حسين مثلا. ممكن هو كان شاعر سياسي وسياسي وكان متحدث، يعني عنده ذكاء اجتماعي قوي، كان متحدث. يعني الذكاء الاجتماعي اكثر شيء موجود عند المذيعين، موجود عندهم، موجود عند المدرسين، موجود عند لان اللي يتعامل مع مجموعات مع المجتمع. ما في الرهبة الاجتماعية، هذا عنده. تلقى واحد متفوق دراسيا حطه على المسرح ما يعرف يتكلم. إنزين الحين إحنا قلنا الذكاء 8. 8 ذكاء. واللي يتمتع بثمان. 8 تكون عنده مرتفعة، هذا موهوب. موهوب. لكن 8 موجودة عندنا كلنا. كلنا موجودة عندنا. لكن فوتة بأرقام معينة. متفاوتة. في اختبار أستاذة، في اختبار. نعم، خاص لهذا الأمر. يقدر أي إنسان الآن يتابعنا يسوي حق نفسه هذا الاختبار أو يزور المراكز المختصة. ممكن يزور المراكز المختصة ممكن، لكن كاختبار اللي موجودة على المنتديات ما تكون فيها صدق وثبات. لكن في اختبارات تكون موجودة في الدوريات العلمية مع مقياس التصحيح ممكن. يعني الاختبار هذا يقدر يعرف هو شنو نوع الذكاء اللي عنده مرتفع ويشتغل على الذكاء الثاني اللي عنده أقل. ها يقدر يشتغل، يعني يقدر يطور الذكاء الثاني. إحنا شنو قلنا مكتسب. إيه؟ التفكير مهما كان العمر، مو بالضرورة يكون في بداية حياته. مهما كان العمر يقدر الإنسان يتعلم لآخر لعمره 150 سنة. إيه. في أحد وصل 150. في ناس تجاوز. هذا شيء. إنزين اليوم أطفالنا نسبة الذكاء عندهم بشكل عام، هل في دراسة تقول بأن والله اليوم الطفل عندنا، خلينا نتكلم على مستوى الكويت، والله الطفل الكويتي اليوم نسبة الذكاء عنده مرتفعة، نسبة الذكاء عنده منخفضة؟ ما في عندنا دراسات، ما في عندنا مراكز مختصة في هذا الجانب، محتاجين احنا مراكز اليوم. نعم. في الكويت اول شيء الطفل يكون ذكاءه مرتفع بس يدش المدرسة الذكاء نسبة. هذا واقع. واقع. انا اقول لك ليش، لانه هو في البيت منطلق كل شيء يسألك. نعم. وكل شيء انت تجاوبه. في المدرسة يحدونه على التفكير، لا تسأل كذي، ما يصير تسأل كذي. يحصل الحكي. يحصل. إيه يحصل. لما أطلع شلون صار كذي؟ إيه؟ ما يخالف أنت كمل المسألة. ساعات يسأل أسئلة الطفل، الكبار يعجزون إنه يجاوبونه. ما يعرفون ساعات يسأل. يعني من أسئلة ذكرت واحد من أسئلة الأطفال سألني قال لي
أبو ذنيبة ولد الضفدع كان موجود في سفينة نوح؟ يعني سؤال صعب صراحة، ما كنت أدري إذا كان موجود ولا ما كان موجود. يعني شنو يتصرف المعلم؟ شنو تصير؟ أرجع لك أسألك وأرد لك مرة ثانية؟ ممكن يقول المعلم حق الطفل روح ابحث، خلي يبحث، يحفز عنده عملية البحث، إنه هو نعم لا تتكل. أي بدل ما هو فاتح النت وداش برامج مني خلي يبحث. أنا عندي، أنا في بعض الطالبات على ثالثة ابتدائي رابعة ابتدائي أوقفها تتكلم عن نفسها. إحنا ما عندنا هذا حاليا، ما في طالبة توقف تتكلم عن نفسها. ما هي من هي صغيرة وأنا أعلمها هي تقول عن مشاعرها وتتكلم عن طموحاتها وتتكلم عن أهدافها، أنا قاعدة أغرس فيها شلون هي تبدي تكون تكسر الحاجز الجليد اللي حولها. تشوفين في فرق بين الطفل التعليم الخاص وطفل التعليم الحكومي اليوم أبنائنا في التعليم؟ شوفين في فرق بينهم؟ ممكن، أنا ما أقدر أحكم. يعني نشوف في يعني مهارات عندها قاعد يكتسب مهارات في القطاع الخاص، قاعد يتعلم مهاراته، تعرف على أدواته. أول شيء نسبتهم أقل، يعني بعد ما أنا بنظلم المعلمة يعني. نعم. إذا بتحط لها 28 طالب وتبي 28 طالب يتميزون صعب. الإمكانيات، يمكن الإمكانيات المدارس الخاصة أكثر من إمكانيات المدارس الحكومية طبعا. تلقى نعم. المدارس الخاصة عندها اللوحة الإلكترونية موجودة. صحيح. تلقى عندها أشياء إمكانيات تقدر المعلمة تقدر توصل فيها المعلومة. أستاذ عزيزة قبل لا يأخذنا الوقت والأخوان يقولون هذا وقت شيء، الحديث معك جدا ممتع الأمانة. الآن الأسر اللي تتابعنا، الأم شلون تبي تكتشف أن بنتها أو ولدها أنه موهوب يتمتع بهالثمانية ذيلة؟ يعني صعبة الثمانية من بداية سنة 4-5 سنوات، عدل هي الثمانية؟ نعم. متى تبين؟ من أي سن؟ لا تبين، هو الثمانية تدري شنو هي الثمانية؟ أولا يكون عنده طلاقة في الكلام لغوي، عنده ذكاء لغوي. نعم. يحب يتعامل مع الأرقام، عنده ذكاء منطقي تلقى يحب الأرقام. عنده اجتماعي، يوقف يتكلم عن نفسه قدام، مو انطوائي. عنده ذكاء، يعرف أنا الحين محتاج كذي، أنا زعلان، أنا قلق، عنده ذكاء ذاتي. طريقة تعامله مع النباتات وتكرم الحيوانات، عنده ذكاء بيئي طبيعي. يعرف يتعامل مع جسمه، يسوي حركات مثلا الحركات النطة والركض يعني الركض والجمباز والحاجات هذه، على قد هذا كلنا كنا نسويها عجلة، كلنا نسوي العجلة وحصة ما نعرف إلا العجلة. إنزين وحركي، يكون عنده ذكاء حركي. من بعد ما أدري شنو من الذكاءات ما ذكرتها، موسيقي، عنده إذن موسيقية، مكاني، يحب الصور، ينقل الخيال. الطفل اللي متفوق أو متميز بشيء من هالثمانية ذيلة، مثلا واحد يعشق الحيوانات. نعم. ويقلد الحيوانات ويندمج مع الحيوانات ويرأف بالحيوانات، هذا شنو ممكن يكون؟ يعني هل في ممكن في يكون في قراءات مستقبلية يكون ممكن هالشخص؟ نعم، ممكن يكون طبيب بيطري، ممكن يكون يكتشف اصلا. يعني تلقى الطفل الصغير يقول لك ترى الدياية فيها كذي، ترى بتمرض. وفعلا أنا مع ولدي يعني قال لي ترى بتموت وماتت، أنا شفتها ماشي على ريولها عادي بس ماتت. يعني عنده الحس هذا أنه هو يتعامل مع الحيوانات. الحسابي اللي يهتم أهم بعد بالحساب، يتعامل مع الرياضيات. تلقى تو مساعي ما قلت لي عشان الأم تنمي الذكاء عند الطفل، كثروا من ألعاب الذكاء البازل. عشان أعرف ولدي في ألعاب تنباع موجود عليها ألعاب ذكاء. نعم. موجود عليها العمر من مثلا 3 سنين لخمس سنين. أبدي أحط اللعبة هذه قدامه أشوف هل هو تعامل معها على عمره صح. إذا ما قدر يتعامل معها معناته عنده مشكلة في الموضوع. في بعض الأطفال يكرهونها خلاص، ما يحب، تجبر الأم ولا شو تسوي؟ لا، إذا صارت إجبار أكيد ما يحبها. لا هو تاريخنا من البداية لما يحطون لعبة، لا الطفل طبيعته يحب الاستطلاع. هو أصلا الطفل إحنا عندنا نقول إذا ما كسر اللعبة خاف. لازم يكسر اللعبة لأن الطفل، لأن التكسير. التفكير اللي عنده بيعرف شلون تشتغل. إيه. شنو داخلها، فلازم يكسر. الحين لما تيوني تقول لي ولدي وايد يكسر الألعاب، أقولها إيه بختك ولدك ذكي، لأن لازم يكسر. إذا ما كسر اللعبة معناته في جميل. إنزين أنا الحين هذا اكتشاف من الاكتشاف، إن أنا اكتشف إن ابني يهتم أو ابني متميز إنه يكسر الألعاب، وشجعه أزيد عليه الأنشطة. الخيال، في شيء خطر يصير إن الطفل لما يجي يقول لك أنا رفيجي جاء بالمدرسة وطقيته بوكس وطار طاح منك. تلقى أول شيء يقولوا له كذاب، هو مو كذاب، هو ما يفرق بين الواقع والخيال، فهو بخياله شاف إنه هو طق بوكس وطيره. فلما يقولوا له أنت كذاب راح يخلونه باكر ما يقول لكم، لأنه هو واثق إنه هو اللي يقوله شافه، بس ما يفرق بين واقع وخياله. إذن هني شلون أنا أحتضن هذا الواقع وأنمي هذا الخيال؟ أولاً وأفهم الولد إنه يقلل من هالشر شوي. لا إحنا أنا يبقى على مثال كذي بس ساعات يقول أنا طرت. صح. أنا نطيت، أنا سويت. فوحدة يتحق أينشتاين يابت ولدها قالت له أبي ولدي يصير مثلك، قال لها خليه يتخيل.
خليه يدش بالخيال. نعم. لأن الخيال هذا إحنا كل اللي وصلنا البشرية كان يوم من الأيام خيال، تخيل الشخص وصنعه. صح. ميكي ماوس أول ما طلع رسم الفار وداه حق زوجته وقال له هذا راح يدقلني العالم. فقالت له لحد يسمعك لقوا عنك مينون، هذا الفار اللي انت راسمه بيدخلك العالم، لأنه هو شاف بالخيال. صح. ويوم فتحه والت ديزني ما كان موجود، فواحد قال يا ريته كان موجود يشاف، كان يقول لا هو شافه. صح. هو شافه في خياله، ولا كان ما سوى ما تحقق على الواقع. فإحنا أساسا الخيال شيء موجود في الإنسان. شلون أنمي الخيال عند الطفل؟ الحين قلتي إذا قال الولد إذا قال كذي أو البنية ما تشعمه ولا قلت له كذا. أول ما تشعمه ولا شيء. شقول له. أنا أول شيء لما يجي أقول له لا ماما أنت تخيلت. أفهمه إن هذا خيال. الطفل يفهم كل شيء تقول حق الطفل. يعني أقول إن هذا خيال. أنت تخيلت إن أنت طقيته وش بس إن شاء الله تصير بطل وما طقه ودير بالك عليه عشان بس نمطاقك. كيف أنمي الخيال عند أبنائي؟ بالقصص. إيه. القصص طول ما أنت الحين، أنا لو أقول لك أنت الحين على البحر بتشوف البحر، بقول لك حطيت ريلك بالرمل بتشوف ريلك ويندمج يقول إيه منو كان هناك، لو تلقى يعفس ويها وياك ويضحك يضحك وياك لأنه خيال. فكثر ما أنت تقول له قصص تدخله في خيال. هل في سنين معينة تنصحين فيها أن يهتمون في الجانب الخيال من أي سن إلى أي سن؟ والله هو دائما القصص حتى لو توه مولود قل له قصة تلقى يندمج وياك، هو ما يفهم أنت شو تقول، تعتقد بس هو يندمج وياك. وهو طفل مولود امسكه وتكلم وياه. إذا عندك في البيت الحين ياهل عنده تولف وياه شوفي طالعك ما يلف، هو يدري أنت قاعد تتكلم. تلقى الطفل أول ما يقول كلمات الطفل مثل الإسفنجة، كل شيء يتلقى يخزنه. ساعات أنتوا قاعدين يعني يقول العقل، هذا عقل الطفل هذا المولود يستقبل الحكي اللي قاعد يقوله ويخزنه. كل شيء يستقبل سبحان الله. مثل الإسفنجة بالضبط، لما تحطها على مايك كل شيء تسحب. ساعات الطفل في البيت يقول كلمة كلكم تتفاجئون، شو الكلمة اللي قالها؟ أنتوا واثقين أنتوا ما قلتوها، بس هو سامحها مخزنها. عنده قوة تركيز الطفل، يدري إنه قبل كم يوم صار كذي صار كذي، يومين هني صار معنا. هذا الطفل يتلقى. جميل. فإحنا يتلقى. لازم نكون حريصين هذه تربة القصص صالحة. القصص تنفع حق الأطفال. واي. لأي سن أستاذة؟ إحنا لليوم لو تقول لنا قصة نستانس. قبل ماكو قبل يدات الله يعني يطول بعمر الموجودين والله يرحم اللي مات رحمة الله عليهم. الله بس هي اللي تقول القصص، تلاقي الكل حوالينها. لا والله يعني أنا مسلسل عن نفسي أنا لحنا أقول قصص. إيه مسلسل حبابة يعني ما طلع من فراغ. إيه بالعكس القصة. رحمة الله عليها مريم الغفار. الله يرحمها. إيه فكان هذه الصورة الدراما هي عكس تعكس مرآة المجتمع. نعم. فلما الكل يقعد حوالينها ويسمع ويلا قول القصة الفلانية وش صار معاكم قبل وش سويتوا. لما نروح الكشتات ونقعد كذي كلنا وتقولي العود يقول لنا قصة. هذا يعتبر خيال. فعلا خيال. أنت تعيش القصة نفسها. أنت لو أنا شنو أقول لك تعيش القصة. فهذا طول ما أنت قاعد تقول يعني في ناس عندها عادة بالليل قبل عيالها ينامون تقول لهم قصة. هذا قبل ترى الحين خلاص صار بيده الآيباد يطقطق فيه لين ينام. ما بيسمع قصة. راح الخيال. راح لأن أنا لما أغرس في الطفل تربة صالحة للزراعة. الرسوم المتحركة فيها خيال أستاذة. يعني بعض الرسوم الآن فيها خيال. الرسوم غابات شنو فيها؟ والسماء يطير وما أدري شنو باتمان سبايدرمان. بس أغلب الرسوم المتحركة شنو فيها؟ فيها شر. فيها عداء وفيها شر وفيها هذا يكن حق هذا ضغينة. نعم. وفيها هذا يبي يفجر في هذا. أنا بعد أتذكر على أيامي بعد باباي اللي الحين ما أدري شنو هو. بس هذا اللي على أيامي يعني أشوف كان يعني أكثر شيء كان شر يعني غير فلونة. فلونة تذكر على أيام فلونة. أنا أيامي فلونة. فلونة عدنان فلونة ولينة هايدي. تعلمنا شلون يسوون المطاط وتعلمنا شلون الزر. صح. كانت هني الرسوم متحركة فعلا معلومات ولها قيمة. لكن الحين ما تلقى هالأشياء ما لها قيمة. بس بالمقابل كان في شر، كان في الرجل الحديدي، كان في جريندايزر، كان في جندر. بس كان يساعد كان يساعد الأرض، كان الغزاة بيون حق الأرض. صحيح. وهو بيساعد الأرض يبي ينقذ الأرض. وفلونة تعلمنا منها وسينان تعلمنا منه الحب والحين. اللي قد يتذكرون عاد ذكرتهم تعلمنا بشار تعلمنا الحب وشون يدور على أمه وشون يساعد الناس طول وهما ماشي. لكن الحين تلقى لا شر بشر. عشان كذي قام نتاج المجتمع كان شنو يطلع عندنا؟ صار يذبحون بعض برا بالشارع لأنه ما يشوف غير شر. والأعمال والمسلسلات اللي تنمي العاطفة هذه زينة. أهم بعد زينة أكيد الإنسان المشاعر هذه موجودة. إحنا مشكلتنا إحنا جسد وروح وعقل ومشاعر. إحنا نركز على العقل والجسد ك
كلينا شربنا نمنا وفكرنا. نعم. لكن في مشاعر هذه مهمة روح. أيضا هذه مهمة لازم أعلم فيها ذكاء بعد. نعم فيها ذكاء، هي ذكاء الاجتماعي مع الذكاء الذاتي مع بعض، يسمونه الذكاء العاطفي، شلون أنا أعرف حق نفسي وشلون أنا أعرف حق غيري وشلون أكون علاقات معهم. اللي هذا كيف نفسه مع الآخرين. نعم شلون كيف نفسه الإنسان مع... عنده ذكاء اجتماعي يكون بسرعة يحبون المجموعة اللي وياه، بسرعة يكون علاقات، تلقى لما يدش يقعد وياك يقول الله والله حبيتك دشيت قلبي. ايه؟ لأنه هو أسلوبه وطريقة كلام هذا ذكاء عاطفي. ونقدر أيضا ننميه في الطفل. ننميه فعلا، هو كل شيء نقدر ننميه بالطفل، الذكاء بروحه فطري لكن التفكير بذكاء هذا مكتسب. هذا مكتسب. بارك الله فيك استاذة عزيزة، ما قصرتي وسعدنا بلقانا معاش. تقولون حق اللي يتابعونا اللي يبون يعلمون ابنائهم هالتعليم هالذكاء الثمانية اللي حاب يعمل اختبار وحاب ينمي في هذه الامور، وين يلجؤون؟ وين يروحون؟ هل يلجؤون الى النت؟ يلجؤون الى المكتبات؟ يلجؤون الى مراكز الاختصاص؟ وشنو المراكز تحديدا؟ في ختام اللقاء واذا عندك رساله تقولين. هو اكثر شيء المراكز حاليا اللي عندها اختبارات هي مركز تقويم قياس الطفل اللي بالسرة اعتقد، وفي مراكز ثانيه بس هي حق تابعه حق التوحد وحق الحالات تقريبا المرضيه تقريبا او اضطرابات احنا نسميها اي ما تعتبر مرضيه. ورسالتي حق اولياء الامور، طفلك صفحه بيضاء كتبي فيها أجمل الأشعار مثل ما نقول. نعم. بدل ما نكتب، يعني الطفل وايد ياخذ من الأم والأبو وطالع على بيئة غير بيئته غير الأسرة. ركزوا على الأجهزة اللي بيد عيالكم، لأن هي في أنتوا قاعد تربون صح لكن هذا قاعد دخل أشياء غلط في تربيتكم. وما في مشكلة نخلي معهم الأجهزة لكن بمواقيت معينة. نعم. وفي تحذير، إحنا يوم كنا صغار كان يقولون هذا صح هذا غلط، صحيح. لا تسوون كذي لا تسوون كذي، لا تأخذين من أحد، لا تأكلون شيء من أحد، لا تدشون بيت فلان. فبالنهاية هذه الإرشادات تنفع الطفل. بارك الله فيك المستشار الأسري وتعديل السلوك والمدرب الأستاذ عزيز الحداد، وإن شاء الله نلتقي معاك في لقاءات أخرى مختلفة إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. إذا مشاهدينا كل شكر لضيفتنا الكريمة، مستمرين معكم بعد الفاصل. بعض الناس مشاهدينا إذا ما كان أغلبهم يمتلك مزاج متقلب، فجأة تلاقي مستانس، فجأة تلاقي مهموم، فجأة متنرفز، هذه حالة يعني في تفسير لها عند علماء النفس من الناحيتين، الناحية الطبية والناحية النفسية. كيف نتعامل مع صاحب المزاج المتقلب؟ شنو هو العلاج المناسب لهذه الحالات اللي يمر فيها؟ وكيف تتعامل أسرتها معاه؟ باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم وهو الدكتور محمد السويدان، أستاذ أخصائي طب نفسي بمستشفى مبارك، وأيضا أستاذ طب نفسي بجامعة الكويت. مساء الخير دكتور. مساء النور. يا سعيد لقائي معك. يا أهلا فيك. شلون؟ طيب إن شاء الله. مشكور على الاستضافة وشكرا لتلفزيون راي على الاستضافة الكريمة. أهلا وسهلا فيك، وإحنا نشكر قبولك هذه الدعوة ووفق التزاماتكم وضغط الشغل والعمل. بالعكس إن شاء الله. وكان الله بعونكم إن شاء الله موفقين. أعتقد السوشيال ميديا اليوم ساعد وايد، ها توصلوا رسائلكم حق الناس. والله يعني السوشيال ميديا وايد ساعد إن إحنا نوصل حق الشخص اللي هو بالذات عندنا متخصصنا صعب، لأن الحاجز في المجتمع والعار الاجتماعي تجاه الطب النفسي. نعم. يمنع انه هو يروح للطبيب النفسي، فعن طريق السوشيال ميديا الناس تتابع بدت تفهم سرعتها وعي وبدا المجتمع يتقبل بشكل اكبر، حتى المسمى غيروه صار مستشفى الطب النفسي، صح صار مركز كويت الصحة النفسية. إيه غيروا اسمه، اعتقد حتى التغيير هذا في فايدة جداً. للمجتمع صار يتقبلون الناس، صار في تغيير تتوقع دكتور. احنا بدينا نسوي مراكز صحة نفسية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمستوصفات. جميل. الخدمات هذه بدأت تنتشر، يعني مو بس مركز واحد. فهذه من الأشياء اللي سهلت على المجتمع أنه هو يتابع بالصحة النفسية. في نتيجة بالمقابل الناس بدأت تكسر هذا الحاجز المستحى والحية وتزوركم وتروح ويشرح بكل أريحية بدون تحفظ. طبعا للحين موجود الحاجز، ترى الحاجز النفسي تجاه الصحة النفسية موجود عالميا، بالإنجليزي يسمونه ستيغما أو العار الاجتماعي تجاه الصحة النفسية، موجود حتى بالغرب، لكن مجتمعاتنا موجود بشكل أكبر. العامل الثقافي والعامل الاجتماعي موجود، لكن الحملات التوعوية اللي قاعد تسوى، في حملة كبيرة اسمها تقبل قاعد تصير على مستوى الكويت، صار لها سنة شغالة. وجود الخدمات النفسية بمراكز الرعاية الأولية بالمستشفيات، تغيير اسم المستشفى،
تطوير الخدمات كلها ساهمت ان الواحد يعني ممكن يراجع بشكل اسهل. دكتور يعني اليوم المريض النفسي مو بالضروره يكون انسان عليل نفسيا، ممكن انسان سليم بس يبي يروح يكتشف نفسه. صحيح. يصير هالحكي هذا ممكن موجود؟ صحيح. الناس تتخيل ان يعني الواحد المريض النفسي اللي احنا نتكلم بالعامي مينون او خبل. إيه؟ واللي ما يروح حق النفسي الا مريض، لازم يكون مريض. اي يعني هذه مصطلحات اول شيء جارحه. إيه؟ ثاني شيء انا نظرتي للمرض النفسي انه هو مثل اي مرض، يعني مثل اللي عنده سكر او ربو او ضغط، ممكن يكون في اضطرابات نفسيه خفيفه وعلاجها سهل، وفي اشياء شديده لكن لابد من علاجها. وطبعا تخصصنا يضم مو بس الاطباء النفسيين ولكن معالجين نفسيين والاستشاريين النفسيين والمرشدين الاجتماعيين. والانسان السليم يقدر ايضا يراجع المختص النفسي ويتعرف على نفسه، يتعرف على ذاته. بالضبط. والواحد موجود؟ موجود. واذا الواحد شك انه هو عنده شيء ما في مانع، نفس ما اذا الواحد شك انه هو عنده مرض، يعني ما بيقول مرض عضوي لان احنا نعتبر الامراض النفسيه امراض عضويه. والعضو المصاب هو المخ. لكن اذا الواحد شك انه عنده سكر راح يراجع طبيب سكر، اذا طلع ما عنده سكر خير خلاص. فنفس الشيء اذا الواحد شاك انه هو عنده اضطراب نفسي بدا ياثر عليه اجتماعيا اكاديميا وظيفيا، من الاحسن انه يراجع. شنو الاضطراب النفسي دكتور؟ خلينا نقرب الصوره للمشاهد. شنو هو الاضطراب النفسي؟ خلينا نتكلم عن شنو الصحه النفسيه. راح يبين شنو الصحه النفسيه ويبين الاضطراب. تفضل. الصحه النفسيه مو مجرد ان الواحد ما يكون عنده مرض نفسي. الصحه النفسيه حاله من الاستقرار والاطمئنان التام من الناحيه النفسيه والادراكيه والتعامل الاجتماعي. فاحنا ننظر للثلاث جوانب هذه، الادراك والشعور الداخلي والتعامل مع الاخرين. فاذا الامور هذه كلها مستقره نعتبر واحد عنده صحه نفسيه ممتازه. اذا في اضطراب واحد من هالجوانب غالبا يكون في نوع من انواع الاضطرابات النفسيه. مو كل اضطراب نفسي معناته عندك مرض نفسي. زين. ممكن واحد يكون عنده اضطراب نفسي بسبب ستريس بحياته، زين، صعوبات ضغوطات اجتماعيه مر فيها، وممكن هذا يتطور الى حد مرض. طيب شنو يسوي في حياته؟ يعني هو راح يقلب كيانه، راح يقلب حياته هالشيء اذا ما انتبه له، ما عالجه. العلاج راح تكون هي مهارات يقول له عدل هنا عدل هنا، ولازم علاج دواء ياخذه. يعتمد على الاضطراب او المرض النفسي اللي موجود. يعني اذا ترك اهمل الانسان ممكن يتطور. ها، في اشياء ممكن تتطور، يعني الضغوط النفسيه ممكن تبدي، بس ضغوط نفسيه الواحد يبدا يصير عنده قلق، اذا ما تعامل مع القلق وهو عنده عامل وراثي يسبب له مثلا الاكتئاب ممكن يتطور الى اكتئاب. الاكتئاب اذا ما تعالج ممكن يصير اكتئاب مزمن. فالافضل دائما الواحد بدايه الضغوط النفسيه والاضطراب النفسي بالذات اذا بدا يبين عليه. يعني اذا اهله بدا يلاحظون. اعطنا مثال دكتور، مثال على موضوع على سالفه صارت. تقدر تحكيها وتقرب يعني صوره للناس. يعني مثلا من الامراض اللي اشوفها وايد مرض من امراض القلق اللي هو من اكثر الامراض المنتشره عالميا. امراض القلق ثلاثه، واحد منهم نسميه اضطراب الهلع. انزين، شنو يصير باضطراب الهلع؟ ان الواحد تجي له فجاه، يعني افكر باحد مراجعيني، طبعا السرية تامنة حق كل المراجعين، بس نتكلم بعاميه وايد هذه تصير. يعني السيناريو هذا ما صار بواحد ولا اثنين، يمكن 20 مراجع، انه يكون مثلا يوم من الايام قاعد يسوق سياره وحس دقات قلبه سريعه وحست دقات قلبها سريعه، فخاف يمكن عندي سكته قلبيه، يمكن قاعد في شيء يصير فيني، تنفس صار في ضيجه، بدا يعرق، بدا يرجف. هذه نسميها نوبة هلع. يبدأ الواحد يخاف أن تجي له نوبة هلع أخرى، فيقعد يحاتي وما يسوي الأشياء اللي صارت بأول نوبة هلع، فيوخر عن السواقة مثلاً أو يوخر عن المكان اللي هو كان فيه. قام يتخذ قرارات وهو في غنى عنها لو يعالجها من البداية. وبعدين تصير نوبات أكثر وأكثر وأكثر. لما النوبات تزيد الواحد شلون راح تصير حياته؟ ما راح يقدر يتعامل مع آخرين، ما يقدر يسوق، ما يقدر ينطوي على نفسه ويكتئب. زين، تطور هني التطور اللي نحكي عنه. بالضبط. توصل مرحلة اكتئاب. بالضبط. من الهلع إلى اكتئاب. بالضبط. وهو في ارتباط كبير بين امراض القلق وامراض المزاج نسميها، اللي هو يعني بالذات مرض الاكتئاب. فهذا من نوع من انواع التطور اللي يصير. فالواحد انه يصيده مبكر احسن. ها، تقدر تصيده مبكر وتعالج. يعني اذا الواحد لاحظ ان انا عندي اضطراب اراجع طبيب، كل ما الواحد بكر بالمراجعه عند الطبيب او المعالج النفسي كل ما العلاج صار اسهل. طبعا هذا مو معناته اذا مرض نفسي متطور او شديد ما يتعالج، لكن علاجه يمكن ياخذ وقت شويه اكثر. دكتور ابي الصج، لما يدشون العيادات الحكي نشوفه بالافلام والمسلسلات كذا، اللي متغطي اللي متلثم واللي متغطيه ما ادري شنو عشان ما يشوفون. هذا واقع موجود، وانت معاه يعني تأيده، يعني تعذره ولا تحاول تقول له يا جماعه لا هذا مو صحيح اللي قاعد تسوونه؟ يعني
رايك في النقطة هذه؟ رايي بالنقطة هذه ما تصير كثر ما كنا نشوفها بالسابق، تصير احيانا ما تصير كثر السابق. الحين بالذات جيل الشباب صار عنده تفتح، ممكن يجي حق طبيب يقول انا ترى قاعد اعاني من اكتئاب، قاعد اعاني من قلق. عملية الانتظار اقصد، عملية الانتظار بين المجموعة اللي قاعدين. اي يعني حتى عملية الانتظار بدنا نلاحظ ان الناس يعني ما قام تاخذ الامر طبيعي جدا، ما في شيء يعني لحين موجود مثل ما قاعد تقول، بس مو مثل السابق. هل انا ايد ولا لا؟ طبعا ما ايد، لكن يعني اتفهم ان الناس يحسون بالشيء هذا. واعتقد الدور علينا اللي نمارس مهنه الطب النفسي او الصحه النفسيه بشكل عام، والتوعيه مطلوبه بالضبط، وهذا اللي احنا قاعد نحاول نسويه. جميل. هل شايف في هذا المجتمع، المجتمع الطب النفسي بينك وبين زملائك في هذا المجال، كلكم قاعد تساهمون في عمليه التوعيه، ام تجد ان هناك ترى في هناك قصور؟ خلينا نتحكي عنكم شوي في عمليه في تخصصكم هذا. هل تجد ان هناك قصور من قبلكم، من قبل بعض زملائك، من قبل الجهات المعنيه في إيصال الفكرة وإيضاحها للمجتمع، وأنه لازم تندمج مع المجتمع يا جماعة وتعرفون عليه؟ أنا أعتقد بالذات بالسنة ونص الأخيرة يعني كذا جهة، وزارة الصحة، وزارة التربية تعاونوا، طبعا في منظمة اسمها منظمة الخط الإنساني، كلهم تعاونوا مع بعض أن يسوون حملة اسمها حملة تقبل. وحملة تقبل يمكن سمعتوا عنها، يمكن الناس تابعوها بالإنستغرام والسوشيال ميديا، حملة للتوعية بالصحة النفسية. وايد من الاطباء النفسانيين بالكويت، اذا يكاد يكون كل الاطباء النفسانيين اللي اعرفهم ومعالجين نفسيين ساهموا بالحمله هذه، سواء بالمحاضرات بالمدارس او الليله السينمائيه للصحه النفسيه، او كان عندنا ماراثون مشي على الصحه النفسيه. ففي بالعكس ما احس انه في تقصير، لكن الـ يعني كم العار الاجتماعي اللي موجود كبير، فراح ياخذ وقت انه يتغير. وراح يتغير ان شاء الله، اعتقد ان شاء الله. احنا قاعد نشوف تطور زين. انتم بالدواوين الحين، حتى بالدواوين يتحاشونكم الناس. شوف عمي لما كنت بدخل طب نفسي، لما خلص كليه الطب وقال لي شنو انت، اي نوع من طبيب تصير؟ فقلت له طبيب نفسي. فقال لي الحين الناس تصير جراح، يصير طبيب قلب، يعني ليش تصير طبيب نفسي؟ قلت له راح تشوف كل الناس راح تجيني. فبالعكس انا اشوف لما اقعد بالدوامين ولا اقعد بالمناسبات الاجتماعيه، ما حد يكش ويقول اوه طبيب نفسي، وفي نظره اجتماعيه. بس يتخوفون، ما يسولفون قدامك، ما يحجوا، يقول باكر الحين يقعد يصنفنا ويقول يحلل شخصيتنا. بس بالعكس الناس، انا لاحظت ان العكس صحيح، ان الناس تي وتفتح لك، يفتح قلبه، يسولف، يحكي، لانه يحس ان انت يعني راح تكتم سره، راح تكتم سره، راح ممكن تساعده، مو شرط في حل مشاكله. بالضبط. فبالعكس انا احس ان المجتمع بدا يتقبل اكثر واكثر، بالذات جيل الشباب. جميل. جميل جدا. ايضا علم النفس يتعلق بالشخصيه واكتشاف الشخصيه والامور هذه كلها، ويتعلق ايضا بالطفل مثل ما كنا نحكي قبل شوي مع الاستاذه عزيزه، الطفل واهميته. ايضا الطفل يتعرض الى اضطراب نفسي وغيره هذه الامور واكتئاب، نعم، ممكن نعالجه من البدايه حتى ما ينعكس عليه في المستقبل. بالضبط. يعني وايد من الامراض النفسيه، احنا يعني الامراض خلينا نقول الباطنيه، وايد منها تبدي بالكبر، يعني غير يمكن مرض السكر، ولكن تفكر بامراض القلب، الضغط، يعني تبدي والواحد صحيح. كبير. الأمراض النفسية العادة تبدي بسن الشباب، سواء فترة المراهقة أو بالعشرينات، فهذا وقت ما تبدي أكثر الأمراض. فالطب النفسي عند الأطفال والمراهقين مهم جدا، وعند الشباب مهم جدا. وايد من الأمراض اللي هي منتشرة عالميا، يعني ممكن واحد يقول شنو الأمراض اللي منتشرة أكثر شيء؟ أكثر أمراض نفسية منتشرة بالعالم هي أمراض القلق. فقلت مساء عن اضطراب الهلع، في اللي هو القلق الاجتماعي، وفي مرض نسميه اضطراب القلق العام، اللي في قلق على المستقبل، انا وين بروح، اي هذا القلق مستقبلي، يعني مرات احنا نذكر ايام الثانويه تبي علم ولا ادبي، ها وين اروح انا؟ اروح متخوف، ها ويا الربع، والله وين راحوا الربع معاهم؟ وكنا ناخذ ماده علم النفس موجوده. بس خلنا نلاحظ ان يعني درجه معينه من القلق مفيده، لأن تخلي الواحد يفكر في قرار، في اتخاذ القرار، بالتخطيط. لما القلق يزيد عن حد، احنا متى نعتبر شيء يصير مرض؟ يعني في بعض الناس يقول لك الطب النفسي مو علم دقيق. لا، انا اعتقد علم دقيق، لان احنا نعتبر شيء صار مرض لما يبدي اثر على الشيء اللي نسميه الوظائف الاساسيه. اذا انت ياثر على تعاملك الاجتماعي، على وظيفتك، او على دراستك الاكاديميه، هني تغير من شعور طبيعي الى حاله مرضيه واضطراب مرضي. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم عن مجتمعنا واللي قاعد يعاني منه مع ابنائه. يقول كان ولدي مو قادر اسيطر عليه، مو قادر اقول له يعني شيء، يرد من فعل البيت ما يتحمل مني الحجوه ويطلع ما يرد علي. مرات البنيه صعب ان الام تسمع كلام الام، خلاص اللي براسها براسها. هذا يعني لا علاقه ايضا في علم النفس، لا علاقه في الطب النفسي، ممكن دوركم يكون هني تعالي باخذ بنتك او يب ولدك، وممكن يتم علاجه. هل احنا قاعد نتكلم عن مشكله اليوم في ابنائنا وبناتنا؟ هذه مشكله
صحة نفسية؟ يعني يعتمد، احنا يعني تعامل والتربية وطريقة تربية الأطفال ممكن أكثر بالإرشاد الاجتماعي وعلم النفس. الطب النفسي، أنا طبيب نفسي، فيدخل دور أنا ما الواحد يصير عنده مرض يحتاج علاج. لكن زملائنا مثلا بعلم النفس والمرشدين الاجتماعيين دورهم بالاشياء مثل هذه، هي التربيه وصعوبات التربيه. انتم في الامراض، احنا بالامراض النفسيه اكثر. لو تعطونا حضرتك انت حتى نقرب نوصل المشاهد، اليوم ضيفنا الكريم هو اللي في اثنين في علم النفس، في علم النفس الاجتماعي اللي تفضل فيه الدكتور اللي دورهم مجتمعي وتربوي في هذا الامر، والطبي اليوم دكتورنا طبي اللي يعطي روشته اللي يعطي الادويه. هذا يحتاج دور ولكن نسوي علاج نفسي بعد، علاج نفسي ايضا مضبوط، وعاده نشتغل مع بعض. يعني لو تشوف مركز الكويت صحه نفسيه فريق عمل مع بالضبط، يعني تلاقي فيه ناس اللي هم علم النفس وتلاقي الأطباء النفسيين ويشتغلون مع بعض بفريق واحد. نعم. فالأدوية اليوم متوفرة عندنا هنا بالكويت لجميع الحالات، كل الأدوية العالمية متاحة وموجودة، رقابة عالمية والأمور هذه كلها. بالضبط. واحدة من الأسئلة اللي دائما تجيني على الأدوية إن دكتور إحنا نخاف من الأدوية النفسية. زين ليش؟ لأن تعود عليها. أتعود عليها. تسوي الإدمان. فإحنا خلنا نتكلم عن متى نعطي دواء. نعطي دواء لما المرض النفسي هو مرض عضوي. يعني في اضطراب المخ، خلينا نتكلم عن الامراض الرئيسيه مثل مرض الاكتئاب او مرض ثنائي القطب او مرض الفصام اللي يسمونه هذا راح نحكي عنه، مخلي حق الفاصل الثاني ومخلي الادويه ماشي. بس اذا تبي تحكي عنه كيف انا بس بربطهم بالادويه. تفضل. فالامراض هذه هي امراض بالمخ، مثل ان السكر مرض بالبنكرياس او السكته القلبيه مرض بالقلب او الربو مرض بالرئه. فاذا انت تحتاج علاج دوائي، والعلاج النفسي يساعد لكن تحتاج علاج دوائي. اختار لي مرض الناس تعرفه او اكتئاب. تسمع عنه الاكتئاب وتم علاجه خلاص ما في اكتئاب، شنو تعطي الادويه؟ ابر، حبوب على طول مدى الحياه معاه يتناولها؟ الاكتئاب اذا كان متوسط الحده او شديد، اذا ما كان خفيف الشده، اذا كان متوسط او شديد لازم يتعالج بالدواء مع العلاج النفسي، لازم يتعالج بالدواء، لان في اضطرابات تصير بالمخ في مرض الاكتئاب. والمرض الاكتئاب ترى مو عباره بس عن الشعور بالاكتئاب، في 9 أعراض غير الشعور بالاكتئاب، مثل لها أثر على النوم، على الشهية للطعام، على الإحساس بالذنب. إيش يسوي بالنوم؟ ممكن بعض الناس عندهم اكتئاب وهو ما يدري. أي يسوي بالنوم؟ إحنا مرض الاكتئاب الواحد إما يكون عنده حزن أو فقدان السعادة، ومع هذا عندك يكون عندك 5 من 7 أعراض أخرى. النوم إما يزيد زيادة عن اللزوم أو يقل، أو الشهية للطعام تزيد زيادة عن اللزوم أو تقل، إحساس بالذنب، عدم التركيز وفقدان الذاكرة، التفكير بالانتحار قاعد تروح عن بالي. كل هذه ممكن يتعرض لها الإنسان مع بعضها. بس انت يعني الواحد ينتبه ان وايد من الأعراض هذه أعراض جسمانية، يعني مو بس شعور بالحزن. لذلك انا افرق بين واحد فقد له عزيز. نعم. ممكن يقول انا مكتئب، اوكي انت مش طبيعيه بالضبط، بس انت ما عندك مرض الاكتئاب. مرض الاكتئاب فيه اعراض ثانيه وبعض الاعراض جسمانيه، والاعراض تكون تستمر معه. تستمر. اذا هالادويه هذه شنو تخلي مستانس 24 ساعه؟ الادويه هذه تعدل الاضطرابات الكيميائيه اللي تصير بالمخ في مرض الاكتئاب العضوي اللي هو بالمخ. احنا يعني الدراسات اثبتت اليوم بدون اي شك ان في اضطرابات بالمخ كيميائيه، في ماده مواد نسميها موصلات الاشاره العصبيه. نعم. لما تصير في اضطرابات فيها الأدوية هذه تعدلها، تعدل الاضطرابات هذه. تعالجها لفترة معينة وخلاص وتم العلاج وانتهى، ولا أم تستمر معها طول الحياة؟ يعتمد على نوع على الاكتئاب. الحالة. إيه. أكثر. الحالة المتوسطة. الحالة المتوسطة إذا أول مرة جاينا واحد عنده اكتئاب نعالجه بالدواء لمدة معينة، ممكن نقول 6 شهور أو 9 شهور، وبعدين تدريجيا نوقف الدواء وخلاص. يصير مهم بالفترة بعد الدواء وبنهاية الدواء العلاج النفسي، عشان إذا الواحد مر بضغوط نفسية بحياته مرة ثانية يعرف يتعامل معها عشان ما يرجع بالاكتئاب. لكن لما يدخل بالاكتئاب الشديد الدواء وايد مرات يصير مستلزم، وما يسبب إدمان، ما يسبب تعود. يعني في بعض الأدوية النفسية المهدئات إحنا ما نستعملها وايد، ولكن مثلا مضادات الاكتئاب، مثبتات المزاج، مضادات الفصام، هذه ما تسبب تعود ولا إدمان. هل تنفع هذه الأدوية مع المدمنين؟ خلينا نتحدث اليوم عن المدمنين المخدرات تحديدا. نعم. نعم. هل يتم علاجهم بهذه الطرق وهذه الآلية وفعلا تجد نتيجة إيجابية؟ طبعا شوف، إدمان مخدرات لجانبين. أنا في نظرات فلسفية للإدمان، المخدرات، الكحول، غيره. بس في نظرة فلسفية مهمة، إن في بعض الناس تعتبر الإدمان ضعف وخلل، خلل في الشخصية. بالشخصية. أنا أعتبر الإدمان مرض. زين، فإحنا ننظرنا من ناحية الفلسفية كمرض، إذن هو لا علاج. نعم. زين، ليش بعض الناس يصير مدمنين بعض الناس لا؟
نعم. لأنه هو عنده بعض الأشياء في تركيبة مخه تدفعه إلى الإدمان. نعم. فيمكن هو غلط جرب مرة، ولكن هو يندفع بالجانب هذا. وايد مرات المدمنين هو يستعمل المواد المخدرة لأنه هو قاعد يحاول يعالج اكتئاب عنده أو قلق عنده. فوايد مرات إحنا نعالج الإدمان صح، ولكن نشوف شنو اللي سبب له الإدمان البداية. هل هو عنده مرض اكتئاب؟ هل عنده ثنائي القطب؟ هل عنده قلق؟ إذا قدرنا نعالج الشيء اللي سبب له إدمان، هم فرصته أنه هو يرجع للإدمان تقل وايد. تقل وايد، وأيضا ترجع شخصيته سليمة، شخصية نعم. سوية، ويندمج مع المجتمع ويرد إنسان طبيعي. وبالكويت على فكرة عندنا مركز لعلاج الإدمان غير نعم. مستشفى الطب النفسي. صحيح. لكن أيضا تتعاونون معهم. نتعاون معهم بشكل كبير، ودائما نحول مرضى بيننا وبينهم على طول. جميل. الآن راح ندخل في محاور الأدوية اللي حضرتك تبي تحكي عنها، نبي نسولف عنها إن شاء الله. وأيضا بعض الأمور الأخرى نتكلم عنها، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل مشاهدين وراجعين لكم، لا تبعدون. دكتور محمد، يعني ما شاء الله، يعني نلتقي احنا مع زملاء حضرتك واليوم انت حضرتك معانا، ما شاء الله عليكم، يعني ذربين وكشخه ما شاء الله عليكم. لكن بالافلام والمسلسلات اللي قاعد نشوفها لازم طيب شكلها لازم يلون لازم قاعد يمتش شعره ولابس الوان غريبه اللبس هذا. يعني نذكر يعني مسلسل محظوظه مبروكه وترى على فكره حتى الافلام الاجنبيه المسرحيات على ما فرعه وغيره، يعني قاعد نشوف الدكتور لا شكله غير لازم يكون، وهو نظارات ومش عارف. يعني هل الاعمال الدراميه اليوم وصلت صوره المعالج النفسي والطبيب النفسي بصوره سيئه، وهذا كذي صارت ثقافه عند المجتمع انه خايف من الطبيب النفسي، ام هي ساهمت في نشر الثقافه النفسيه؟ شو تشوف؟ اعتقد بالسابق وحضرت محاضره على هالموضوع في مؤتمر منظمه الاطباء النفسيين الامريكان بالصيف اللي فات، كان في محاضره على الموضوع هذا اللي هو اساءه السينما لمجال الطب النفسي والصحه النفسيه. وفعلا في دراسه اجريت ان اكثر الافلام تبين الصحه النفسيه او المريض النفسي او المعالج او الطبيب النفسي بشكل سيء الى يمكن اخر عقد. بالغرب وحتى بالشرق بدات تتحسن الصوره، وانا اعتقد هذا ينعكس او انعكاس لتحسن صوره الصحه النفسيه بالمجتمع ككل، فالافلام بدات تعكس الشيء هذا. اليوم اذا احد يسالكم في هذه الاعمال، في هذه الشخصيه كاركتر ياخذ، تقدرون تلجؤون الى القضاء في هذا الجانب؟ ممكن انتم تعاونون في احد يدافع عنكم في هذا الموضوع؟ انت اسات لهذه المهنه، اليوم هذه مهنه موجوده وعالميه وكذا وفيها ناس وعمل موجود. انا نظرتي ان الحل مو بالقضاء، الحل ان احنا نثبت سواء باللقاءات مثل هذه، سواء بحملات توعويه عكس اللي قاعد يصورونه حق الناس بالضبط. فيعني لما يجيني مريض، وايد مرات يجيني مريض مرتبك، اول مره يطيب نفسي وما ادري شو متوقع، فاشوفه مرتبك فاقول له انت شنو متوقع؟ فيقول لي ما ادري، يعني بتخليني انام على القنفه وتحلى شخصيتي؟ اقول له لا، انت عمرك رحت طبيب قلب ولا طبيب سكر؟ يقول لي نفس الشيء، راح اقعد معك اخذ منك تاريخ المرضي، يمكن احنا نطول شويه اكثر لان تاريخ مرضي عندنا شويه اطول. راح اسالك اذا عندك حساسيه من اي دواء، اسالك عن الامراض الباطنيه اللي عندك، اسالك عن الادويه اللي انت تاخذها، اسالك عن تاريخ الاسره عندك من الامراض. في شيء اسمه التداخل الدوائي ايضا، شو التعارض مع بعض. ولما نخلص راح معك نحط خطه علاجيه نمشي عليها واتابع معك، فتلاقي المريض ارتاح. يعني ما في سالفه الساعه يقعد يطالع وتتحرك وينام والحكي هذا بس شغل مسلسلات وافلام مو موجود الاشياء طبعا الواحد لما يرتاح يبدا ينقل حق وضعه، واذا سمع من واحد ان انا عندي قلق يقول ترى انا رحت وراجعت وترى كان اوكي عادي، وضع طبيعي جدا جدا. زين خلينا نتحكى بعد مثلا الشغلات اللي تلفت انتباه الناس، يقول لك هذا في نقعد هذا في انفصام بالشخصيه. اليوم يعني شخصيه باكر يعني شخصيه غير، كلمه منتشره هذه عنده انفصام بالشخصيه. قد يكون هو متقلب المزاج اللي احنا تحكينا عنه من البدايه، ونبي نحكي ونفند، لكن خلينا مدخلنا من انفصام في شيء اسمه انفصام بالشخصيه. في مرض نادر اسمه بالانجليزي مالتيبل بيرسوناليتي ديس اوردر، زين اسمه انفصام الشخصيه، نادر جدا. يعني عدد في بعض الدراسات تقول لك عدد الحالات اللي احصيت بالعالم الى اليوم 50 حاله بالعالم كله من المرض هذا. المرض اللي هم الناس يتكلمون عنه هو مرض الفصام او السكيزوفرينيا او الشيزوفرينيا، يعتمد واحد شلون ينطقه. شيزوفرينيا مو الخوف هذا من المرتفعات وما ادري شنو وكذا، لا 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 هذاك الفوبياز فوبيا هذاك الفوبيا، هذا الشيزوفرينيا هو مرض الفصام. مرض الفصام مرض يكون فيه اوهام وضلالات، وان الواحد يكون عنده اعتقادات غريبه، وتبدا تصرفاته تتغير، اداء الاكاديمي يبدا ينزل.
فهذا اللي هو الناس تسميه انفصام الشخصية، لأن يعتقدون الشخص مثل هذا لأن مرات يسمع أصوات غير ما يسمعها، أو يكون عنده أوهام، أو يعتقد أن الناس ضده، فكأنه هو عنده شخصيتين. والصحيح أن هذا المرض نسميه مرض الفصام، وهو مرض عضوي بالمخ معروف من مئات السنين إذا مو آلاف السنين، ولا علاجات حديثة اليوم. منتشر هذا دكتور؟ 1% من كل مجتمع بالعالم، يعني 1 من كل 100 شخص. 1 من كل 100 عالمياً. إيه. وسووا دراسات كل دول العالم تقريبا نفس النسبة 1%. يعني أيضا الصورة الدرامية اللي وصلت حق الناس أنا انفصام الشخصية، تلاقي يوم عالم وهو عالم ومفكر ومتكلم، واليوم الثاني تلاقي شخص هو صحيح انفصام يكون عقلين منفصلين عن بعض. لا يعني هذا هو المرض النادر اللي قلت لك عنه. الفصام لا، اللي يصير إن الواحد مع الوقت قدراته الإدراكية والتعامل مع الناس والعواطف تبدي تقل، فيبدي يصير عنده أوهام، ضلالات، عدم أداء بال يعني عدم قدرة على أداء بالعمل. واللي يمشي وهو نايم هذا أيضا من ضمن تخصصكم؟ مو إحنا عندنا من جزء من تخصصنا أو تخصص غير، هو تخصص الطب النفسي اللي له علاقة بالنوم. وفي شيء نسميه sleep walking أو التحرك أثناء النوم. هذا أيضا له علاقة بالمرض النفسي. هذا يعتبر من دراسات الطب النفسي. اضطراب عقلي خلينا نقول أو اضطراب المخ. ولا علاجات. ولا علاجات عندك. وفي أطباء نفسيين متخصصين. أنا مو متخصص أمراض النوم. نعم. يعني أعرفها بشكل عام. نعم. أنا تخصصي الدقيق أمراض اللي نسميها القلق والمزاج. نعم. ولكن طب نفسي العام أمارس. في ناس متخصصين بالنوم. هذا راح يدخلنا في ثنائي القطب. نعم. شنو هو اللي هو هذا المرض؟ بايبولر. ثنائي القطب شنو هو بالضبط؟ وشنو أسبابه؟ أسباب تغذية، أسباب مجتمع، انشهر بآخر فترة ثنائي القطب لأنه بدأ يطلع بوايد أفلام. خلنا نفسر للناس بعد أفلام موجود. يمكن الناس مو عارفين المصطلح. المصطلح اللي ينقال بالغرب بايبولر، ووايد ناس بدأ يعرفون المصطلح هذا بايبولر أو ثنائي القطب. الاسم الكامل اضطراب الوجداني ثنائي القطب. نعم. فاللي يصير إن الواحد يكون عنده فترات من الاكتئاب المرضي وفترات من الهوس. الهوس شنو المقصود فيه؟ إن المزاج يكون عكس الاكتئاب، مو مزاج طبيعي، مزاج زيادة عن الطبيعي، عالي، كلامه يكون سريع، يكون متشتت الانتباه، ممكن يصرف وايد، ممكن يتخذ قرارات مالية أو عاطفية أو قرارات بالبزنس، يعني تكون مندفعة، الاندفاعية بشكل عام تكون عنده عالية. هذه حالة الهوس. فالواحد اللي يكون عنده فترات هوس وفترات اكتئاب مرضي، فقاعد يتراوح بين قطبين المزاج بدون ما يكون طبيعي لفترات طويلة، هذا نسميه ثنائي القطب. فترات طويلة انت تحكي عن شهر، سنة، أسبوع، شنو فترات طويلة؟ الحالات تفرق، يعني أحيانا تشوف واحد عنده حالة هوس ويقعد سنين وبعدين يصير عنده حالة اكتئاب. لكن إذا ما تعالج مع الوقت يصير الواحد قاعد يتراوح بين هوس واكتئاب على طول. أنا شلون أعرف بأسرتي أن ابني، بنتي، أخوي، أختي، والدتي، والدي عنده الهوس، عنده هذا الثنائي وأنصحه؟ شنو مؤشرات؟ شنو الدلالات؟ أي الهوس واضح جدا، صعب يعني صعب الواحد ينكره. الواحد تصير تصرفاته غريبة جدا، المزاج يكون عالي بشكل غريب، مو يعني أضحك ومستانس وقاعد غش من ربعي بالدوانية، لا لا، المزاج عالي بشكل الناس تقول لك هدي، أنت قاعد تصرف بشكل ويرد، بشكل غريب، أو يكون معصب على طول بشكل غريب، يتهاوش مع الكل، يتهاوش مع ظله، ويستمر لمدة أيام على التوالي. واحدة من الأشياء الواضحة اللي تصير بالهوس إن عدد ساعات النوم تقل، وبنفس الوقت الطاقة الجسمانية تزيد، وهذه نادرة. زين، فإذا صار هالشيء هذا ممكن يكون دليل على الهوس. طبعا مرض ثنائي القطب مو منتشر كثر مرض الاكتئاب. مرض الاكتئاب 10 إلى 12% من أي مجتمع عالمي، يعني 1 من كل 10 أشخاص تقريبا، وأكثر. نعم. بالنساء من الرجال. لكن ثنائي القطب تقريبا 3% من أي مجتمع. نسبة إيه، 1 من كل 33 شخص عالميا. عندنا إحصائيات هنا عندنا بالكويت دكتور؟ يعني في إحصائيات منظمة الصحة العالمية تسويها على المنطقة. على المنطقة بشكل عام. بشكل عام. لكن النسب تقريبا متقاربة بكل مكان بالعالم. وهذه تتفاوت بالأعمار، يعني ممكن نلقاها عند الطفل، عند المراهق، عند المتزوج، عند ثنائي القطب بالعادة يبدي بسن المراهقة ويكمل. ويكمل. هو مرض يستمر مدى الحياة مثل مرض السكر. وهو مرض عضوي، يعني من أكثر الأمراض العضوية بالطب النفسي. العامل الوراثي فيه جدا مهم. إذا بندش بعلاجه. علاجه دوائي. علاج ثنائي القطب لازم الدواء. العلاج النفسي مهم، ولكن العلاج الأساسي لمرض ثنائي القطب الدوائي. والدواء يستمر معاه مدى الحياة دكتور؟ يعني مثل واحد عنده ضغط أو سكر أو ربو. أنت قاعد تتكلم عن مرض العامل الوراثي فيه ثنائي القطب أكثر من العامل الوراثي مرض السكر. يعني ممكن هذا أيضا في زواجه مستقبلا ينقله إلى أبنائه؟ نسبة الانتقال مو مثل الأمراض الأخرى، بس ممكن، يعني في نسبة أنه ممكن ينتقل.
بالجينات يعني العمليه جينيه فعلا بالجينات يعني مرض ثنائي القطب ينتقل اكثر شيء بالجينات ما في علاج جيني تحديدا الى الان لا طبعا شغالين على هالشيء بس انا اعتقد احنا للحين قدامنا يمكن 20 30 سنه لنوصل حق علاج جيني لما نتكلم عن مرض مثل مرض الاكتئاب لا العوامل الجينيه خلينا نقول 50 الى 60% والعوامل الاجتماعيه والنفسيه 50 الى 60% ولذلك احنا ممكن نعالج مرض الاكتئاب بالدواء او بالعلاج النفسي اللي هو الجلسات النفسيه او الاثنين مع بعض يعني هذا الاكتئاب هذا الاكتئاب لكن ثنائي القطب مرض يعني عضوي واضح يحتاج تركه دكتور الجواري. شنو سبب تركه يا ليت توصل رساله للي تابعنا الان اهمال هذا الامر او عدم الالتزام بالدواء او التخوف من الذهاب الى الطبيب النفسي شنو ممكن ينعكس عليه في ثنائي القطب ثنائي القطب اكثر مرض نفسي تصير في حالات انتحار زين فنهايته ممكن تكون دمار اكثر مرض نفسي يصير في حالات ادمان زين اكثر مرض نفسي يسبب ان الواحد يعني يفقد السيطره على امواله لان حالات الهوس يبدي يصرف بشكل جنوني انا شفت مراجعين حتى لما كنت بكندا يعني ومراجعين كنديين صرف كل السيفنجز ماله وقت ما هو كان بهوس ولما يرجع للمزاج الطبيعي مو ذاكر هو شنو سوى فتره الهوس معقوله لهذه الدرجه اي لهذه الدرجه فعلا فاذا الواحد عنده احد عنده اضطراب ثنائي القطب لازم يتعالج ولازم يستمر على العلاج ممكن يتعرض لفجأة الانسان اثناء خساره ماليه اثناء صدمه عاطفيه لا هو ما يبين كذي ثنائي القطب يتطور يعني يبدي تقريبا مثل المراهقه يبدي العاده باكتئاب وبعدين تصير في فترات هوس ويتطور مع الوقت نعم اي تقلب المزاج اليوم اي يعني يضحك قاعد بالديوانه زينه باكر يعني مكتم وش فيك يا اخوي لا احد يحاكيني لا احد يكلمني يا اخوي ما يصير احنا مو على كيفك هذا مو ثنائي القطب هذا ما اي لا هذا ثنائي القطب اكثر من كذي واحد كذي ممكن يكون هو قاعد يمر بضغط نفسي ممكن في بعض الاضطرابات الشخصيه ممكن هو عنده اكتئاب لان الاكتئاب احنا نتكلم عن معظم الايام يكون مكتئب بس ممكن ايام يكون طبيعي فيعني اذا اي واحد قاعد يعاني من شيء هذا احسن يراجع يمكن ما يكون عنده دائما تكون عند المرأة خصوصا المرأة المتزوجة يعني فترة الحمل فترة الولادة فترة هذا شيء طبيعي دكتور طبيعي ليش لأن التغيرات الهرمونية اللي قاعد تصير بجسم المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة كبيرة جدا والهرمونات إحنا نعرف إنها تأثر على القلق والمزاج واحدة من كل 8 نساء بعد الولادة يصير عندها اكتئاب ما بعد الولادة وتقريبا بعضهم تكره الحمال خلاص نعم إيه ما تبي يعني فاكتئاب يحتاج علاج في شيء نسميه احنا بالانجليزي بوست بارتم بلوز او ان الاكتئاب الخفيف اللي يحصل ما بعد الولاده هذا 80% من النساء يصير فيهم بس هذا انه ما يستمر لمده اكثر من خلينا نقول 10 تنصح بانها تراجع الطبيب النفسي يعني يساعدها أنا في حياتها اعتقد بعد يساعد الهرمونات والامور والله شوف يعني اذا صار اكتئاب خفيف بعد الولاده على طول ما استمر اكثر من اسبوع ما يحتاج مراجعه الطبيب النفسي بعد هذا يروح بروحه لكن مثل ما قلنا واحد من 8 الى 1 من 10 من كل مرة حامل بعد ما تولد يصير عندها اكتئاب فحالة الاكتئاب إذا بعد الولادة استمرت شهر زين أو قوية لدرجة أنها مو قادرة تنام مو قادرة تاكل مو قادر حتى تصير في يعني مثل كونكشن بينها وبين الطفل هذا دليل على الاكتئاب الأفضل أن تعالج ليش؟ لأنه راح تحسن جودة الحياة عندها واتصالها مع الطفل جميل دكتور محمد سويدان كل الشكر لك قبولك هذه الدعوة الله وإن شاء الله وصلت الرسالة إلى كل مشاهدنا ويتابعنا وإن شاء الله استمتعت معنا في هذا اللقاء استمتعت جدا وإن شاء الله يعني نشوفكم مرات قادمة إن شاء الله يا رب نلتقي معنا شكرا جزيلا شكرا إذا مشاهدينا كل الشكر لضيفنا الكريم أخصائي في الطب النفسي بمستشفى مبارك وأيضا أستاذ طب نفسي بجامعة الكويت الدكتور محمد سويدان مستمرين معاكم بعد الفاصل لكل شاعر فلسفته الخاصة يتعامل معها مع كلماته ويلاعب فيها أبياته وينظم قوافيه بكيفه ومزاجه ضيفنا اليوم في هذه الفقرة تشرب الشعر والشعر اشتاق له دائما هو مو الشعر اشتاق له لجمال شعره ولجمال كلماته ولنظمة للقصيدة رجل يكتب القصيدة فعلا هو اللي يشعر فيه لكن المشكلة عند النقد هو ناقد يعني لما يكتب الشعر ناقد شعره وغير هذا لا عنده ناس متابعينه لا وناس تربصوا له ناس ناطرينه ينطرون من الكلمة يعني حاتيهم بعد يقعد يفكر فيهم وفوق هذا ما شاء الله تبارك الرحمن هو أكاديمي وأستاذ قسم اللغة العربية
بكلية التربية الأساسية، يعني معناته عنده طلبة ومتابعين وعنده محبين ورئيس مجلة وتحرير وصاحب مجلة قطوف، يعني أصحابه وما قصر بالناس، يعني شعره يكتبون بفترة فترة ناقد لاذع من الدرجة الأولى، يعني كسب أصدقاء وخسر أصدقاء وكسب أعداء، وعنده بعد رديات ما يخلي الناس بحالهم. شاعرنا جميل مميز، ما بيطول عليكم ليلتنا إن شاء الله شعر في شعر مع الشاعر الجميل محمود الجلوي، مساك الله بالخير والناقد المميز، وسعيد بلقائي معاك وحياك الله. أنا أسعد طال عمرك، شلونك شلون صحتك؟ والله نحمد الله بخير. طيب إن شاء الله خير، عساك بخير. الأصدقاء في زيادة ولا الأعداء ولا الناس زعلانين عليك؟ أصدقاء لأن إحنا ننتقد الشعر ما ننتقد الأشخاص، فدائما الإنسان العقل يتقبل النقد، يعني دائما أنت تنتقد النص مو الشخص، الناس تتقبل منك، يعني هذا موجود، هذا المفهوم موجود عندنا. الشاعر انت عندك إيه؟ لكن بالنسبه للشعر والله في ناس منهم محسوبين على النقد، لا والله فعلا يطعنون بالشخص، لان احيانا ما يجد شيء فيوجه لك، يعني تكون القصيده متكامله يعني فيوجه للشخص من باب حقد او من باب ان في ناس دازين عليه او شيء. لكن اليوم الشاعر يتفهم ان محمود جلوي قاعد ينقد هذه القصيده، ام الشاعر يتحسس يقول ايش فيه ليش، يعني انا قصيدتي تعبت عليها وبنات افكار، هذا في النهايه يبي يشوه صوره القصيده قدام الناس. الشاعر يتقبل النقد؟ اليوم شعارنا، اليوم شبابنا، اتكلم على الجيل الحالي، الشباب ما يتقبلون. انا قاعد اقول هذاك اليوم كنا بنقاش نفس الكلام هذا، يقول لي انت هالفتره هذه قاطع عن النقد حمود، ما قاعد نشوفك تنتقد. قلت مشكله الجيل الحالي الشباب الصغار ما يتقبلون النقد، فالحين اصبح الاعلام مفتوح، يعني ممكن يدخل عليك بتويتر يسبك قدام العالم، فانا اتجنبهم دائما. ليش؟ لان ما عندهم حدود. اول كنا احنا ايام المجلات اللي ينتقد عندنا مغص رغيب، الشيء المحترم ننزله، غير المحترم نبعده. بس ما خليت سلطان الهاجري ايام المجله. سلطان ما سبيت، انا انتقدته. ليه رد عليك بقصيده؟ شفتها من قطوف، انا طلعت منها ترى، راحت براس رئيس التحرير. لا اي والله، فاقول لك والله شعراء قبل مختلفين عن شعراء الحين. والله شوف، يعني شايف شاعر قبل انه فعلا يسمع الكلام وياخذ ويعطي؟ لا مو كلهم، حتى شعراء اي في بس انت عندك قدره اقناع، انت تقنع ان اذا قدرت تقنع الشاعر ان هو على خطا انت كسبت رضا، لكن اذا ما قدرت تقنعه توقع ان النتيجه يعني الرد راح يكون سلبي تجاهك. فانا كنت حذر جدا الى درجه لو اجد نص بالمية في صالح الشاعر اتجنب الانتقاد، فالحمد لله يعني كسبنا اصدقاء اكثر من العداوه. اسامه بزود ان شاء الله يا رب. هل انا كنت دقيق في وصفي في البدايه ان اليوم عمليه النقد وعمليه المجتمع ما شاء الله الزياده في هذا في عدد العلاقات اصبحت اليوم الشاعر حمود جلوي حذر في كتابه القصيده، ما صار نفس قبل ما اخذ راحته في الكتابه؟ والله من أول والحين أنا حذر فيها. ليش؟ لأن أنت بشر بالنهاية، لكن في ناس عليهم العيون وناس شاعر، الجمهور دائما أعمى عن اللي يحبه. لكن هذا الشخص لا، أنا أبي وعين الرضا عن كل عيب كليلة، فاهم علي؟ فأنا أبي إن شاء الله شي يقول أنا أبي. إيه خلاص. فهني أنت شلون تقدر توصل لهم وشلون تقنعهم وشلون؟ الحين أبيك توصل لهم وتقنعهم وشلون تختار لهم؟ أنا والله عندي نص ممكن توني مكمله، ويمكن اليوم أول مرة أقوله يعني في البرنامج أول مرة. شكرا أنك أنت خصيتنا في هذا الأمر، ولا غريب عليك. فأنا أقول إن شاء الله أن النص هذا إن شاء الله أنه ينال رضا الجمهور ومتابعة إن شاء الله. تفضل. أقول إن مكانك أنت تحدده وين موجود، أما يقودونك وما غيادي من لا فرق بيض الليالي عن السود تلعب به سنين الزمان الرمادي، من عمرنا ما نحسب النقص والزود من فضل ربي بالمكان السيادي، ما جادبه ربي علينا بهنجود ويديننا طالت كرام الأيادي، كم واحد انشنه من الضيق مولود لا شفت وجهه تكتئب لا إرادي، سنين عمره يمشي الدرب مسدود غادي ومن يتبع خطاويه غادي، اسمع كلام اللي به من الزمن عود عايش تفاصيل الحياة انفرادي، احذر تكون بحضرة الضيق احذر تكون بحضرة الظلم موجود، واحذر مع الظالم توقف حيادي، وما بينك وبين البشر اترك حدود عشان ما تفتح مجال التمادي، ترى الحياة إن شفتها السود ومهود في يوم واحد تنقلب فيك عادي، ولا تصدق بقولته في يوم واحد تنقلب فيك عادي، الآدمي من أقرب الناس محسود، لا تصدق بقولت على الروح بادي، ما بادي إلا الروح والعمر محدود، طير بسماه وهيم في كل وادي، لو عذربوك الناس أفعالك الشهود واللي يسولف عقبها فيك.
غادي. صح لسانك. صح لسانك. ناس جديدة كل ما نحافظ. هذا الجديد هذا اليوم. هذا أول مرة يعني البيتين معروفين لكن كملته وكان اليوم أول عرض له. بعد ما نشرت لقائك اليوم راح تكون ضيف معنا عزيز في تلفزيون الراي وبرنامج مسائي، أكيد ناس طلبت منك قصائد معينة. احمونا بهالقصيده هذه، وكل واحد له طلب وكل واحد عزيز. صح. صار معك هذا الامر؟ انا والله شوف انا معروف عني اكثر شيء يعني القصائد المطوله هذه مو عندي، فانا دائما كنت احرص على شنو كتابه الابيات المقتطفات، فدائما الناس يقول لك ابي تقول كذا ابي، ففي ابيات في مقتطفات نفس البطائق يعني ثلاث ابيات اربع ابيات، نحاول نرضي اكبر عدد نبيك تقولهم يقولون إيه؟ فانا تدري الوقت محدود للبرنامج، فانا ودي اقول شعر اليوم، انا ودي اقول لك شعر اكثر مما اني اكثر البطائق المطلوبه. خلينا نقول بطاقه من البطائق. اول بطاقه إيه؟ اقول اكره ولكن لا كره تكره بهون، وكانك قوي لا شك حيل الله اقوى، واحذر تغرك كل مدعوجه عيون، وهو بنات الشيوخ لا جيت تهوى، وخلك شمالي صدرك أوسع من الكون، وإذا كره تكره على شيء يسوى. صح. هذا بطاقة من البطايق المطلوبة. هذه يعني أنا أتشرف فيها. ليش؟ لأن أحس إن فيها أشياء المفروض الإنسان يكون يعني فيها نوع من النصيحة يعني، ولو أنها فيها شيء غزل تقول لكن فيها نصيحة تقدر تطبقها بكذا. أحذر أي خلك شمالي صدرك أوسع من الكون، وإذا زعل تزعل على شيء فعلا يعني ما تصير زعول على أي شيء الإنسان تحمل. اليوم شنو شايف الشعراء الشباب اليوم؟ هل سادت فقط جمال الشكل جمال الصورة والكلام أي كلام مجرد قافية وانتهى الموضوع، ما في مغزى ما في معنى عميق، والجمهور والفولورز والمتابعين وال يعني والمنشدين يتسابقون على هذا الشاعر؟ هي ما صارت منشدين، صاروا مطربين في اكثرهم الان. نعم. مطربين. لا تقول مقتنع انه منشد عشان ايش فرق بينه وبين المطرب؟ عشان يؤسلم الاغنيه ويديش من باب الدين، ان انا قاعد اسمع اغنيه اسمع نشيد، فالنشيد حرام والاغنيه حرام والنشيد حلال. والنشيد حلال. لذلك حتى الآن حتى بالعروس يقولون عند الحريم كل شيلات الآن، ولكن أنت لما تسمعها تسمع أغنية. أنا قاعد أسمع أغاني مطرب مطرب والله مطرب. يعني إيغاءات موسيقى وطيطيكة وكذا، لكن الأداء شوي الأداء يقول لك أن أنا شنو صوت. وبعدين مسألة العيب أن المطرب عيب عنده خصوصا تدري في بعض المجتمعات ينظرون، فأنا أنت قبيلي وقاعد تغني فعيب، فإذا أنت لازم تصير منشد عشان شنو يتحايل تجد أن هذا تحايل على الطرب. تحايل واضح. قليل المنشدين قلة، في بعضهم فعلا تحس أنه في إنشاد، تحس أن النغم جديد عليك طريقة الشيلة تحس أنها شيلة. لكن يعني قبل كم يوم تناقش أنا واحد من الربع أقول له هذا يا أخوي أغنية عراقية مو وين قال يا معود الشباب تبي تعيش يعني يقول يعني صار الأمر مادي. وأكثر اللي متجهين للناحية هذه ترى الشباب صغار يعني عن فيهم شعراء ترى جميلين، لكن أكثرهم ليش 15 دينار التسجيل قبل أنت المشكلة مشكلة التوزيع. صح. تكلفك توزيع وأشرطة وطبع. الحين ما في نزل يوتيوب والناس تسجل وخلاص وإنستغرام والناس تسحب. فأنت ضد هذا الأمر؟ والله مو ضد، بس بالطريقة نشر الشعر سائل الشعر والشعراء شو تشوف؟ شوف أنا قاعد نفس ما الأغنية قبل تطلع ناس ما تسوى وناس نفس الشيء هذه الشيلات لحن. ترى اللحن أهم. أنت مع المنشد يعني أنت الآن تتحدث عن المنشد ما تتحدث عن الشاعر اللي يبحث عن المنشد حتى ينشر هذه الأغنية عشان يوصل، لأن الإنشاد تدري أنت يختصر لك خدم الشعر الإنشاد خدم والله خدم فيه الأغنية تقول تقدر. والشعراء اللي تهندسون وتزكرتون والصورة وهالمنظر الطبيعي معاه ولا ضده؟ أنا مو سالفة شايف حق مشروع؟ أنا حقه خلهم يعني أنا لما يكون واحد وسيم شنو ليش حاسدينه؟ لا مو عن وسامته. لا لما يكون واحد كول شو المشكلة؟ لكن لا تبالغ. لا تبالغ. بعض واحد يمكن يبي يسوي شغل عشان يكون فلاش عشان اجذب. انا اقصد ان عمليه التصوير المستمر في الانستغرام واختيار الاماكن واول باول فيديوهات وابيات شعريه وكذا انه يكون حاضر مع الجمهور. الوقت يبيك كذي، فانت معهم تتفق. اي ما الوقت يبيك كذي. ليش ما تسوي مثلهم؟ انا اسوي بس انا ما اسوي بالطريقه اللي هم. انا بلبسي هذا وما اعرف البس شيء لبس ثاني. طيب لكن عمليه التصوير المستمره بالانستغرام وكذا انت مو دائما فيها؟ مو حريص عليها حيل، لكن موجود يعني انا بالانستغرام. الوقت جبرني. انا قلت لك رئيس تحرير مجلة. نعم. لما شفت العالم راحت تويتر اضطريت اني اروح تويتر، ولا انا معارض على تويتر، لان تويتر يعني قبل شوي تناقش مع الدكتور سويدان. نعم. قاعد يقول عند الغرب يقول هل تويتر كون جيلا غبي؟
يقول حتى الغرب يقولون التويتر قاعد يخرج جيل غبي الآن، لأن ما معلومة النص، كل شيء مختصر، كل شيء حتى القصائد الطويلة شيء صار الناس ما تبي تسمع قصائد طويلة، تقول لك أبي مختصر لا تطولها. راح تسمعنا طويلة ولا مختصر؟ لا أنا قصائد مو طويلة دائما. طيب يعني بعد الفاصل راح نسمع منك شنو موجود معك. فاصل مستمرين مع شاعرنا، لا تبعدوا. طبعا بطاقة تقول لا تنتظر من فاقد الشيء يعطيه، وابو السوالف هيبته لا تغرك، واحذر تجامل حب مالك أمل فيه، صبرك على اللي ما يفيدك يضرك. جميل. بين السنين وبين عين الشقادين، لوني دريت بحالته ما درابي، ضايع وادور في عيون البشر عين تقرأ معاناتي وتفهم جوابي، في طيح في غيبتي كثرت علي السكاكين، باع الزمن في غيبتي واشترابي، يا صاحبي ما للمفارق عناوين، هذا عذابي كان ودك عذابي، في غيبتي راح نامت عيون المساكين، مدري سريت الجرح ولا سرابي، في غيبتي قلبت جميع الموازين، باع الزمن في غيبتي واشترابي، في غيبتي قلبت جميع الموازين، حتى ثيابي كنها مو ثيابي، في غيبتي راحت عيونك على وين، يلي خذيت من الزمن كل ما بي، من انتهى ذاك اللي يخبره من سنين بذمتك، من هو عرفت بغيابي. سلامتك. يا صح لسانك، صح لسانك. دائما في قصائد او هي مجاراة ردية بينك وبين شاعر ايضا شاعر جميل وصديق لك، لكن مو للنشر، وهو الشاعر فيصل عدواني. عدواني دريت توقعت شكل حمود الغاوي له دخل بالموضوع. فإذا حاب تتكلم عن هذه القصائد، يعني شو الموضوع الرديات ما بين الشعراء اليوم؟ نشوفها قليلة يعني، مو نفس قبل. ليش؟ والمجاراة أيضا، الناس ما عاد قبل. ما عاد كل واحد ما لها خلق تسمع قصائد طويلة، الناس خلاص أبي بيتين بيتين. حتى يعني قلت لك الجرايد ما عاد أحد يقرأ، البرامج القنوات الشعرية تحديدا صارت بالهبل، ما حد يتابع. يعني هذا ضر للشعر، ما نشر الشعر، ها خلى الناس خلاص تتشبع. في الناس في تشبع، في تشبع. لذلك الرديات انا ممكن انا وفيصل، لان بحكم علاقتي بفيصل قوية يعني، فكنت دائما اضحك وياه طبعا، ولا انا وهو حافظ القصائد اكثر مني، لكن انا كنت اتحرش فيه وهو كان يرد علي رد اقوى، كان اقوى يعني هم يقلبها علي. لكن ما تنشرونها؟ ما ننشر، ممكن في قصيده ممكن نشرتها بس انا والله ماني حافظها عن الضحك، لكن في ابيات الثامر شبيب، انا وشاعر ثامر شبيب كانت كنت بالقاهره يوم من الايام انا، وجاني أبيات بس ما عرفت الرقم أول مرة أشوفه. فيقول يا حمود بنشدك عن القاهرة شلون، من شفت فيها من عرفت وعرفته، مدام لك قلب ولسان وعيون أكيد من مر دربك غرفته. يقول لي كذي يعني، هذا ثامر شبيب يقول. ثامر يقول أنا ما عرفت الرقم، فقلت له بالقاهرة 25 مليون، وأنا النظر لا شفت زولا صرفته، ما شفت بعيوني ولكن يقولون بس انت شكلك هالطريق احترفته. لا اسمع اقلبها عليه. فجميلة يعني، انت شايف ان الرديات هذه ما بين الشعراء هل هي مطلوبة بين فترة وفترة؟ عملية المجاراة للقصائد هي تمرين، يقول احد الشعراء يقول احنا محتاجين لياقة، لان انت ترى اذا غبت وما قدرت فترة غبت عن الشعر ما تكتب مستواك يقل، ترى نفس اللياقة البدنية الموهبة موجودة ولكن محتاجة لياقة، عملية الاستمرار يطيح المستوى. نفس اللاعبين الحين دخل لك لاعب مهما كان محترف ما في لياقة الملعب، تحس انه ما في شيء. ليش كثر اليوم الساحة الشعرية عملية اصبحت طلب المادة بشكل جريء؟ لانها صارت يقول قصيدة الهدف منها ابي فلوس من الشخص. انا اعلمك شو اللي صار. اول كنا عندنا مقولة معروفة، الشعر ما يوكل عيش. الان اصبح الشعر مو ما يوكل عيش الا يبني قصور. الشعر ولا الشخص اللي يشعر نفسه شخصيته؟ انت يعني انت ما عندك قصور، انت توك خسران البورصه. اي خسران فلوس الدنيا والله، طلعت منتف. لكن انا اعلمك والله صدق الشاعر يعني هو يكتب وهي الحظ هم يلعب دور، والله يرزقهم. انا دائما افرح والله العظيم اني ما احسد، يعني مرات يقول فلان يا اخي شفت شلون كاتب بفلان اعطاه، اقول الله يرزقه خله
خلا والله أنا أفرح لهم. أنت مع الشاعر اللي يبحث عن العطايا من خلال قصيدته؟ لا شوف شوف في مثل، في مثل شو يقول؟ يقول لك المدح باللي يستحقه ما هو عيب. أنا عندي مدخل قصيدة يقول المدح باللي يستحقه ما هو عيب. فأنت ما دامك تمدح الشخص، أنا لما أمدح مثلا سمو الأمير، نعم، شخص يستاهل، أنا من وجهة نظري أشوف رمز يستاهل. هذا ما لما يكرمك مو عيب، مو عيب، هذا معروف العادة القديمة. ايه في بعض إنسان يقول لك أنا لا أكرمك أنك محتاج، ممكن هم مو عيب، يمكن شايف أنه في يعني إذا أنت محتاج بدل لا تسرق. يعني هل الشعر هذه موهبة الله خصني فيها لما أستثمرها عدل؟ يعني الحين لما تشوف أنت بالإنستغرام الحين في حسابات كبيرة موجودة قاعد يستثمرون حسابات، يقول لك أنزل لك الإعلان بألف دينار خلال يوم واحد بس. نعم وفعلا خلال هاليوم ينزل لك، بس ممكن أنت تكسب من خلاله آلاف. ليش؟ لأن أصلا الشهرة ترى بحد ذاتها، الشهرة ترى حناس واجد يحسدونك عليها، واللي يستخدم هذا الشعر في يعني في تحذير الآخرين، يعني بما معناه أن شوف لا تقرب صوبي، ترى إذا قلت ترى هذا الشاعر ممكن سليط لسان، ممكن يكتب فيك قصيدة يضيعك بداية، اللي يستخدم شعره في غير محله، لا اللي يستخدم شعره أنه خلاص، ومن ناحيته طبعا يأخذ الغرور وتأخذ العزة بالإثم وتأخذ هذه الأمور. أنت شاعر في ناس أبلى منك، مهما وصلت من مرحلة في ناس أقوى منك وممكن يسحبون فيك بعد مو لكن الشعر انك تستخدمه انك تهجب هالعالم ثق تماما، اول مره يمكن صفقوا لك، الثانيه صفقوا لك، لكن بعدين راح تصير منبوذ، يقول لك هذا انسان ما عنده، لانه راح يعكس اخلاقك بالنهايه. كثره المجاميع في عالم الشعر، هذا محسوب على فلان وهذا محسوب على فلان وهذا محسوب على فلان، لولا الشلاليه ما حد يطلع، اكون صريح وياك. مع الشلاليه انت مو سالفه معاها، لكن فعلا لولا الشلاليه انا الحين انا لما بامسك مثلا برنامج او بامسك مجله معينه لازم اجيب ربعي وياي لاني انا اثق فيهم. نفس انت الحين لما واحد يروح يمسك لك وزاره يقول اخذ الجروب وياه اللي كان يشتغلون وياه لانه يثق فيهم ممكن. فالشلالية في ناس قاعد تظلم في عالم الشعر، ما تظلم، يعني ما تظلم. تظلم في الامسيات، في الاسبوحات، في المهرجانات. انضم لك، انضم لك، تعال ورنا وجهك. انا دائما كنت بدواوين يقولون لي ابو مساعد انت يعني شنو انتم ظالمين، انتم اهل المجلات محسوبين على الناس معين. قلت جيت علينا وقلتوا لنا نبي ننشر وما نشرناكم، قال لا احنا شاعرين شعراء ليش ما تجونا؟ حبيبي انا ما قاعد اطقطق عليكم البيبان، تعالوا ورونا وجهكم، الشيء الزين راح نفرضه، يفرض نفسه غصب. فانا يعني بعض واحد يقول لا انا بيكم تجون، لا يا اخوي ما اجيك، لان المتنبي ما ترى الشعر ما تاثر. الناس ماشيه والحياه وتزعل ببيتكم، تبي تقعد ببيتكم ما حد درى عنك. لازم انت توري، لازم تكافح، لازم توصل. يعني كلنا الحين كل شاعر واصل في انستغرام في تويتر في كذا معروفين عندكم، لكن وين يصير اللعب؟ يصير في الامسيات ويصير في الاصبوحات، يحط الشاعر الفلاني، يحط حمود مع شعراء اثنين في بدايتهم عشان يبرزون على كتف حمود، وحمود ما يقبل بهذا الشيء. لا مثلا لا لا مثلا يعني ما ارضى من البدايه اني اطلع وياهم. انت ما تقبل؟ ما أعرف، انا في ناس مهرجين ليش اخليهم يلعبون على راسي؟ ما تقبل هذا احيانا الشيء. الجمهور الحاضر لو تعطس يقومون يضحكون وانت شاعر زين وانا الشاعر اللي ممكن زين ما 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 الله وفقني بالحضور ذاك اليوم فانت تفوقت علي خلاص. اذا انت مع الشاعر اللي يسال منو معاي بالامسيه ويختار اقبل ولا ما اقبل؟ لازم لازم، اصلا الشاعر اللي ما يسال هذا غبي. وفي ناس من خلال التنظيم يحط الشاعر الفلاني والله خليه مع فلان ممكن هذا معروف وابرزك معاه، ممكن في خباثه تصير من بسوء نيه من المنظمين عشان يصعدون فلان. ويا كثر شفنا حفله فبراير ناس اقل مستوى غنوا على ناس على رؤوس ناس فطاح. هل قبلت انت في هذا الوضع؟ انا ارفض، انا ارفض، ارفض ان اني انا اذا ما اكون شاعر متفاهم انا وياه انا ما يهمني مستوى، لكن شاعر مؤدب شاعر مهذب ما يلغمني بقصيده ويوهقني ممكن يعطيني قصيده قطها كلها على راسي. نعم بس انا ماني متجهز اطلع خسران، ممكن يلعب بحسبه اوراقي، لكن لما يكون شاعر منظم شاعر مؤدب بالعكس جميل. انا احترمه لان في مهرجين ترى كثير والمهرجين انا ارفض البروز وياهم. كثر المهرجين في عالم الشعر؟ اي كثير كثير موجودين. كتبت شيء على البورصه؟ لا والله ما كنت ما قلت معقوله اقرا تاثر. انا انسان شوي اميل للرومانسيه اكثر فاطلع يعني ما اثرت عليك الخساره في الشعر على كتابه الشعر يعني خلاك تكتب في قصيده؟ والله الله لا يخسر، والله البورصه لعبت جننت ناس ولعبت فيهم. اليوم انت كشاعر ما ترجمت هذه الحياه او هذه المعاناه؟ والله ما حصل موقف يمكن لي بهالمجال. خسران بعد شو ما حصل لك موقف؟ ما 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 الخير كثير. صحيح المعلومه هذه صحيحه؟ منو بقى بالكويت ما خسر؟ انا خاسر 70,000 بالبورصه.
الله يعوضك ان شاء الله بالله. 10 اضعاف يا بس رب. الحمد لله رب العالمين جتني وتعوضت الحمد لله. والانسان شوف مدام يعني في بيت يعجبني الشاعر معروف يقول مسكين يلي تحسب الواجد شوي نعم. العافيه لو تنشر وش ثمنها انا دام معي عافيه تشوف ابو الملايين وابو المليارات والله اذا بدون عافيه انه يحسدك انت يا الفقير ممكن انت يحسدك على ضحكتك على عافيه فانا غنوع ما دام بخير وعيالي بخير وهلي بخير وانا بخير خلاص نعم. ما اشيل هم اكبر نعم. راسي شنو حاب تختار لنا من القصائد والله حتى نختم بقصيده سيدي حضره صاحب السمو فاختار لنا قصيده ومن ثم خلنا اشوف لك عشان بس ايه ما انسى بس طب. اقول من طيب حظك طحتي بايد رجال لا شاف عيب انسان غمض عيونه رجال ما غنى على كل موال لو خيبت سود الليالي اظنونه الله عطاه من الخصال اجمل اخصال يبطون فيك الناس ما يلحقونه ما يلتفت للشك والقيل والقال وعذون الكلام الشين سكر اذون رجال لكن عن 80 رجال يضحك وتضحك على الخلايق اجنونه اللي وقف لك وقفته وقفة جبال واللي قعد شال السماء في متونه واللي تعزوه معرب العم والخال صالت على روس القبايل امزونه يا بنت يلي كل ما فيك يختال شوفي مواريه وشوفي اطعونه عزت عليها الحال لا يشكي الحال بكى سواد الليل واضحك اسنونه العام كان بحال واليوم في حال روس تقوم وروس تطيح دونه وتأكدي ما كل رجال لا قال قابه وحضر بالكايده يذكرونه غاليك شمس وباقي العالم اظلال لو غاب لحظه كلهم يذكرونه ناس رفعها للسما وصارت ابطال وصاروا على كل اتجاه يجونه ما لو لكن الزمن فيه ما مال يعني بصريح القول ناس يبونه لو خانته نفسه على كسر الانذال وقت الشدايد عزته ما تخونه ما عنده اي اشكال لو بعض الاشكال تاكل معاه بالظهر يطعنونه لأن الجبال جبال في وجه الأهوال والحر يبقى حر لو يسجنونه روحي ولو ليل الشقاء بناظرك طال تأكدي أنك وحيدة بدونه يا عين عزي دمعك الخير بقبال وش خانة الرجال تبكي عيونه صح لسان صح لسان استفدت جدا بالحوار معك الأمسية الجميلة اللي مشت بشكل سريع وصراحة الواحد لما يشوفك يلتقي معك وده يأخذ معك بجميع المواضيع لكن أيضا ما يبي يحرم الناس من شعرك صادق والوقت مشى معنا بشكل أنا سريع أنا بالعكس اليوم أنا كان ودي أقول شعر لأن الناس قاعد يقولون لي دائما تقول كلامنا ودنا تقول شعر إن شاء الله كبيت ووفيت ولا اخترت شنو حاب تختم فيه من قصيدة الله يحفظك والله أنا ودي بيتين هم يقول يا مطبق القانون على الراس والعين خلك على درب خلك على دربك الاصلاحي يقول يا مطبق القانون على الراس والعين والله ضاعت علي لا انا عندي لان مسجله موجوده مسجل شوف بس ما اذا موجوده عندك ما في مشكله فكان شنو هذه مناسبتها انا اقول لك هذه طال عمرك لما صارت في سنة من السنين صارت فوضى قبل سنوات بالكويت نعم وصارت فعلا فاحتجنا فعلا قرار نعم. ففعلا الأمير كان حكمته إنه ضرب بيد من حديد وكنا فعلا يلا عادة الاستغراق صارت فوضى هذا يتكلم هذا يشتم الكبير هذا يرد على الصغير فكنا بحاجة إلى قرار صعب فعلا فعد طلعت وياي الأبيات هذه أقول يا مطبق القانون على الراس والعين خلك على منهجك الإصلاحي وشوف الناس ما تمشي على دربها زين إلا إذا شافت يا أبو ناصر الخوف لا تنشغل وياك بالعسر واللين اضرب على الكايد وحنا لك السيوف بارك الله فيك صح الله لسانك وكل الشكر لك الشاعر الجميل والناقد المبدع الأستاذ حمود جلوي شكرا جزيلا شكرا لك شكرا. كل الشكر لضيفنا الكريم مشاهدين وإن شاء الله استمتعتوا معنا في هذه الأمسية الجميلة أترككم الآن إحنا نودعكم على خير ومحبة ونقول لكم تصبحون على أمن وأمان وصحة بالأبدان لكن مستمر معاكم مسائي بعد الفاصل إن شاء الله راح نتكلم على الديوانية والديوانية هي العنوان الكويتي في كل بيت كويتي هذا الديوان اللي نعرفه كل بيت يتمتع بهذه الديوانية والديوانية رمز من رموز أهل الكويت في النهاية راح نتكلم عن هذه الديوانية في التقرير اللي بعد الفاصل هل اليوم مهام الديوانية اختلفت عن مهامها بالسابق المطلوب من الديوانية في السابق اختلف عن اليوم كل هذه الأمور راح تشاهدونها بالتقرير إن شاء الله القادم بعد الفاصل راح نودعكم ونقول لكم تصبحون على خير في أمان الله
بالنسبة لموضوع الديوانية، طبعا الديوانية كمظهر من مظاهر المجتمع الكويتي خصوصا والمجتمع الخليجي عموما، هي مظاهر لازمة في المجتمع، وبالتالي الديوانية، فكرة الديوانية كمصطلح هي نشأت بنشأة المجتمعات الخليجية ومنها المجتمع الكويتي، فلا يكاد أن يخلو حي أو تخلو منطقة إلا وفيها هذه الديوانية. الديوانية إيش هي عبارة؟ هي عبارة عن الديوانية في السابق عبارة عن مكان للتجمع تتخذ فيه القرارات الاجتماعية الحاسمة، وكذلك لها وظيفة اجتماعية بالنسبة للمحتاجين. وأنا أذكر وهذا الشيء عاصرته أنا بنفسي في أيام الستينات في دواوين خيطان، فكانت دواوين خيطان أيامها كانت عبارة عن بيوت عربية أو جزء من بيوت عربية، والباب الخارجي يكون دائما مفتوح لأنها تستقبل الحضور في أي وقت وفي أي بدون مناسبة، باعتبارها هي ملاذ لأي شخص لا يجد له مسكن أو مأوى أو قدم من بلاد بعيدة، فبالتالي يدخل أي ديوانية ويبات فيها. الديوانية كانت قبل مكونة من إيش؟ مكونة من غرفتين بالعادة تكرمون مع دورة المياه، ولا تكاد الديوانية تخلو إلا وفيها أدوات إعداد القهوة والسكر والشاي ومستلزماته، في حين أن القسم الآخر من البيت يقوم بإدخال الطعام عن طريق فتحة داخلية، وهذا شفته أنا عاصرت الشيء هذا من خلال فتحة صغيرة بحيث أنه يأتي أحد الضيوف أو أحد الموجودين في الديوانية ويأخذ الصحن سواء فطور أو غدا. لذلك كانت الديوانية هي ملجأ وهي وظيفة وهي يعني شيء أساسي في مكونات المجتمع. في بداية الأمر نثمن طرح مثل هالقضايا هذه الاجتماعية اللي تعزز من قيمة المسائل الاجتماعية، للأسف الشديد نشاهد أن بعض القنوات الإعلامية ما تتطرق لها ولا تعطيها أولوية ولا تعطيها اهتمام. هذا الشيء يضاف لرصيد قناة الرأي لما تطرح مثل هالقضايا الاجتماعية اللي احنا بحاجتها الآن في ظل العولمة، في ظل الغزو الإلكتروني، في ظل الانفتاح الغير غير مقيد في أمور نحتاج أن نطورها. موضوع الديوانية، أعتقد أن الديوانية في السابق هي لعبت دور هام وبارز في وضع الملامح، إذا بغينا الملامح السياسية والاقتصادية لدولتنا العزيزة، فكانت الديوانية هي النادي الاجتماعي أو النادي الثقافي أو النادي السياسي أو حتى النادي التجاري، أن نجد التجار ونجد الأسر تجتمع، فخرجت من خلال دواوين الكثير من الأفكار اللي ساهمت بكويت اليوم. الكتاتيب طلعوا من الدواوين، التجار طلعوا أيضا من الدواوين، تبادل الآراء، تبادل الأفكار من خلال أجدادنا وأبانا في السابق هي اللي الآن وصلنا للمرحلة الحالية اللي إلى الآن مستمرين في الفترة الحالية. نشاهد أن الدواوين حتى لها دور كبير وبارز في الشأن السياسي، فنشاهد الآن ما أن ينطرح موضوع معين إلا وأن تجد تحليلات وآراء سياسية تخرج من الدواوين، أو بالإضافة أن حتى نتيجة الوعي والديمقراطية اللي إحنا ننعم فيها كمجتمع كويتي نتيجة الارتباط المباشر مع نواب مجلس الأمة، فنشاهد المجتمع الكويتي دائما يوجه لهم أو عرفوا من المستوى الخليجي وحتى العربي أنهم ناس واعيين ومطلعين على الديمقراطية. هذا الشيء أعتقد أنه نتيجة الدواوين، نتيجة التقائنا بالنواب أو حتى المرشحين، فأعتقد بأنها دورها كبير على المستوى المحلي، المستوى القرارات اللي قاعدة تصدر، دورنا عاد كمجتمع في كيف نتعامل مع الديوانية وكيف نعود أبنائنا على أنها تكون نموذج يحتوي يجمع ولا يفرق، يناقش مناقشة بناءة. حتى في الفترة الحالية أعتقد بأن من باب المساءلة، مساءلة نواب الأمة والممثلين التشريعيين في مجلس الأمة، أعتقد أن الديوانية يجب أن تكون أيضا بمثابة استجواب، استجواب للنائب أو استجواب لقرار معين أو موقف معين. الديوانية موجودة من قبل الإسلام، كانت هناك أندية ثقافية يجتمعون من خلالها لتبادل الآراء والمعلومات أين كانت. حاليا الديوانية في الكويت تقلص دورها إلى حد ما، ذلك بسبب التمدن. أنا اليوم مثلا أحتاج لمساعدة مثلا النجدة أروح أتصل على الشرطة، محتاج مادة أروح للبنك وأخذ قرض، محتاج مثلا معلومة
أنا هذا عندي جهازي أحصل على المعلومة اللي أبيها. قبل كانت الديوانية هي المصدر الرئيسي والوحيد من خلال أخذ هالمعلومة. محتاج مبلغ مادي معين بالديوانية عزوتي جماعتي يقطوا لي وأخذ المبلغ هذا. أما الحين تغير الوضع، فأنا أشوف كون أن هذا موروث لدينا على الأقل على الأقل أقل تقدير أن نحافظ ونمسك الشيء هذا، أن كونه صار من تراثنا وشيء حلو أن نظل مستمرين على هذا النهج الأصيل. والله أنا تعلمت أشياء كثيرة من الديوانية، وأنا أعتبر أن الديوانية مثل المدرسة، لأنها تعلمت منها الاحترام وتعلمت منها كيفية التعامل مع الناس وشلون، وأنها مكان جيد للتربية، وأن الديوانية تثقف الإنسان بأشياء كثيرة تخليه يتجه إنسان مثقف. أنا يعني ماني مع فكرة أن الديوانية للشباب وديوانية للشياب. أنا اللي أشوفه في مجتمعنا يعني أشوف أنه في أوقات، ما نقول ديوانية، أوقات للشباب الصغار يعني في أوقات معينة، وفي أوقات للكبار، ولكن ما في ديوانية للكبار وديوانية للصغار، هي الديوانية ديوانية. وأنا أعتبر أن تشكل الديوانيات في المجتمع الكويتي هي ملتقى إعلامي وملتقى اجتماعي وملتقى ديني، يعني هي بشكل عام تعتبر مصنع الرجال. يعني احنا عرفنا شلون العيب والحرام وشلون يعني تعلمنا من ابائنا واجدادنا، حتى طريقه الاسلوب، شلون تتكلم، شلون تستقبل الضيف، شلون كل هذا كله ما عرفناه لا بالكتب ولا عرفناه عن طريق الدواوين، هي اللي عرفتنا على المواضيع بمعنى صح المرجل. انا كاعلامي يعني اخذ منها معلومات ويمكن تفيدني انا في مجال التقديم، بما اني انا مقدم في تلفزيون الكويت، تفيدني يعني فكر نير. قال لي شخص بالفعل هذا انسان عاقل، كل ما يطرحه من كلام هو فعل يعني ملامس للعقل في طرحه، في كلامه، الى امور يعني كثيره. فهذا الشيء بالعكس، الديوانية هي تعلم، يعني مثل ما يعني تكلمنا وقلنا ان الديوانية هي اللي تصنع فكرك نير في كل وقت وفي كل حين. حتى برا اذا انت طلعت برا، يعني خلينا نكون صادقين مع بعض، في بعض الدول العربيه ما نشاهد الدواوين. لما نطلع ونغيب عن الكويت نشتاق للدواوين صراحه، يعني انا اشتاق، يعني اقول الله يا حلو الديوانيه الفلانيه، يا حلو ديوانيتنا، يا حلو جامعه الربع، يعني ففي يكون هناك اشتياق.